أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي مراجعة المالتيبل تشويس كويشنز، وهنبتدي بالأوتونوميك نيرفوس سيستم، هنقوله كله في وان ليكتشر. وأنا عاوز أقول لكم شوية معلومات مهمة. أول حاجة إن بالنسبة للمالتيبل تشويس كويشنز إكزام، وهو عليه معظم النمرة دلوقتي في الامتحانات، بقت multiple choice في الميد تيرم وفي نهاية السنة وفي الـ end of term وفي نهاية العام. أهم حاجة في multiple choice إنك أنت تحل أسئلة MCQ، مش إنك تقرأ نظري. فأنا هعمل هذه المراجعة اللي عاوزك يعني تسمعها كويس وما تكتبش حاجة، أنت تسمع بس، وتسمع حتى في وقت انت معتبره وقت مفروض ان هو يعني عاوز تذاكر بطريقة باسيف، يعني طريقة بدون ما تبذل مجهود. شوف وقت كده انت تعبان فيه بتريح فيه تقعد تسمع المحاضرة، وبعد ما تسمعها مرة او مرتين تعمل آتي: تجيب اسئلة المالتيبل تشويس بتاعت الاوتونوميك في كتاب القسم الخاص بيك او في المصدر اللي انتوا بتعتمدوا عليه، وتحل الاسئله وتحط جنبيك ورقه. الاسئله اللي تغلط فيها فقط تحلها خطا هي اللي تسجلها، وتعمل حاجتين في السؤال اللي انت اخطات فيه: ترجع للمعلومه النظري الخاصه بهذا السؤال، شوف انت غلطت ليه، كان ايه الصح بتاعها، او تسمع المحاضره اللي انا عاملها فيما يخص النقطة دي، وبعدين ما تراجعش غير اللي غلطت فيه. يعني مش تقعد تراجع تاني كل الام اس كيو بتعمله مرة واحدة وتطلع الخطأ، تعرف في النظري ليه الخطأ وتراجع هذه الأسئلة مرة أخرى. لأن في المالتيبل تشويس كويشنز غالبا لما الواحد بيحل السؤال صح من أول مرة بيقعد على طول يحله صح. ده أحسن طريقة لمراجعة الام اس كيو في أقل وقت. اتنين، عاوز اقول لكم حاجة، ان مراجعة المالتيبل تشويس كويشنز دي تحتاج الى شخص يعني يبقى عارف الاسئلة وورد وايد وفي كل مواضيعها. واحمد الله انه يعني انا اعتقد انه يعني مهيئ لان اعمل لكم هذه المراجعة، مش هقولها باسلوب اهذب من ذلك يعني. تالت نقطة، ان المراجعة دي بتبقى كطلقات الرصاص، يعني احنا ما بنشرحش فيها باسهاب، خلاص شرح ارجع المحاضرات الاساسية، انا بقول لك فين مواضع الام اس كيو تاخد بالك من ايه. تمام يا شباب؟ فنتوقع الله نبتدئ الاوتونوميك نيرفوس سيستم وكله في مالتيبل تشويس كويشنز في وان ليكتشر. وبنعمل مراجعة كعادتنا اوديو فيجوال، لاني بأؤمن انه السمع مع البصر بيبقى التذكر احسن. عندنا 21 لوحة هندرسها، كل لوحة في عجالة كده في دقائق معدودة جدا. أول لوحة كانت بالنسبة للنيرفوس سيستم. أنتوا عارفين إن الأوتونوميك نيرفوس سيستم جزء من النيرفوس سيستم، فنتوقع لو نبتدئ ما هو النيرفوس سيستم. النيرفوس سيستم بينقسم إلى قسمين: سنترال نيرفوس سيستم، يعني موجود في النص، اللي هو البرين within the skull والسباينال كورد within the vertebral column. طالع منه اعصاب، من البرين طالع الكرينيال نيرفز، ودول عددهم 12 pairs وبيكبوا بالحروف اللاتينية. بينما من السباينال كورد اللي متقسمة لسباينال سيجمنتس، طالع من كل سيجمنت pair of nerve، عدد السيجمنتس وعليه عدد pairs 31 pairs، توزيعتهم في عجالة 8 سيرفايكال و 12 ثوراسيك، يبقى دي 20، 5 لمبر و 5 ساكرال، يبقى وصلنا 30، واحدة كوكسوجين. فين السؤال بقى؟ عندي هنا 3 أسئلة يا أولاد. سؤال الأول: إن السباينال نيرفز بيبقوا ميكسد نيرفز، يعني بيحتووا على، عشان تبقى معايا أكتر، بيحتووا على سنسوري فايبرز اللي هم افرنز، وموتور فايبرز اللي هم افرنز، ده معنى انها ميكس. بينما في الكرينيال نيرفز
بعضهم سنسوري بس يعني فيهم افرنس فقط كما العصب البصري والسمعي والشمي، بعضهم موتور فقط يعني فيهم افرنس فقط يحركوا بس كما الفيشل نيرف، وبعضهم ميكست. يبقى ده اول سؤال. يبقى السباينال نيرفز ال 31 بيرس كلهم ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني فيهم سنسوري او افرنس بلس موتور وافرنس. انما الكرينيال نيرف في عندي بعضهم سنسوري بعضهم موتور بعضهم ميكسد. سؤال تاني، طيب السنسوري بالنسبه للسباينال نيرف السنسوري او الافرنس دول بيمشوا في انهي جذر في انهي روت؟ في البوستيرور او الدورسال روت. يبقى الاحساسات جايه عن طريق افرنس يعني وارد وبتدخل من ورا من البوستيرور او دورسال روت. وقلت لكم طبعا بوستيرور يعني خلفي، دورسال يعني ظهري. بينما الموتور اللي هم الافرنس فدول الصادر بيخرجوا عن طريق الانتيرور يعني الامامي او الفنترال اللي هو البطني روت. ده السؤال الثاني. يبقى السنسوري او الافرنت من ورا والموتور او الافرنس من قدام في الانتيرور او فنترال روت. السؤال الثالث والاخير في هذا البيج انه النيرونز في السباينال كورد موجوده في الجراي ماتر في الماده الرماديه. ده السؤال الثالث. تقل لبيج 2. احنا عشان تبقى معايا عندنا 24 لوحة فخلصنا أول لوحة. نيجي تاني لوحة، تاني لوحة فيها سؤال مهم جدا. احنا عندنا حاجة اسمها structural unit يعني وحدة التركيب، وحاجة اسمها functional unit يعني وحدة الوظيفة. فتملي ده نوع من أنواع MCQ جيب لك اختار في الإجابة الصحيحة. النيرون الخلية العصبية هي structural unit هي وحدة التركيب، بينما الريفلكس ارك قوس الانعكاس هو الفانكشنال يونت. واحنا عارفين الريفلكس ارك ده بيتكون من خمس اجزاء 5 كومبوننتس. بيبتدي بريسبتور اللي هو مستقبل، افرنت اللي هو خليه وارده، سنتر نمره 3، افرنت نيرون اللي هي خليه صادره نمره 4، وافكتور اورجان اللي هو العضو المؤثر اللي هيقوم بالريفلكس. وهذا الافكتور اورجان هيكون حاجه من اثنين، ما ينفعش غير حاجه من اثنين، يا جلاند يا مصل. والمصل ثلاث انواع سموث وكاردياك وسكيليتال، والجلاندز نوعان يا اكسوكراينال يا اندوكراينال. طيب يبقى اول سؤال قلنا مين الاستراكشر يونت؟ النيورون. بينما مين الفانكشنال يونت؟ ريفلكس ارك. طب في النيورون في سؤال ثاني في الام اس كيو، ان الاكسون حواليه تو شيثز، يوجد غلافان، المايلين شيث وده لا تعرف لي عنه انه موجود في بعض الاعصاب فقط الاي والبي فايبرز، لكن في السي فايبرز مفيش مايلين شيث. ووظيفته الكوندكشن، ان الاعصاب المايلينيتد الكوندكشن فيها بيحصل بالسلتاتري كوندكشن، ودي سريعه بتوصل سرعه 100 متر في الثانيه في الاي فايبرز. بينما السي فايبرز اما النيتيف بيبقى الكوندكشن فيها بطيء. طيب السؤال الثاني هنا برضو، السرعات تعرف ده انه 1/10 100 متر بير سكند. الاي تصل الى 100 متر في الثانيه، طبعا في الالفا ايفن بتوصل 120 انما في حدود 100 اهو. البي 10 متر في الثانيه، السي متر في الثانيه، يبقى 1/10 100 حاجه لا تنسى. طب تاني مين اللي بيعمل هذا المايلين شيث؟ خلايا اسمها، ده سؤال في الام اس كيو، شوان سيلز. طب السؤال الاصعب، حتى الامايلينيتد اللي هي جروب سي اللي ما فيهاش مايلين شيث فيها شوان سيلز بس ان اكتف ما بتلفش. تاني شيث اسمه نيورولمال شيث او شوان سيلز شيث، ده موجود في كل الاعصاب الاي والبي والسي، وهتفهم ليه، لان وظيفته ريجينريشن يعني لو اتقطع العصب يعيد تكوينه، فاحنا عاوزين اي عصب يتقطع لازم نعمل غيره، فعشان كده النيورولمال شيث بتاعت الريجينريشن موجوده في كل الاعصاب. يبقى دي الاسئله بتاعت النيورون. نيجي ريفلكس ارك، في سؤال مشهور جدا، خدوا بالكم يا اولاد ان الحصه كطلقات رصاص المعلومات، عشان كده بقول لك اسمعها اكتر من مره ولاني عاوز اغطيها كلها في محاضره واحده. الريفلكس ارك نوعان، يا مونو ساينابتك
يعني بيلتقي فيه الافرين بالايفرين مباشره، ما فيهوش انتر نيرون. لان لو في انتر نيرون واحد اهو زي ده واحد، اصبح فيه كام سينابس؟ سينابس يعني مكان اتصال. مكان اتصال بين الافرين نيرون والانتر نيرون ادي واحد، وما بين الانتر نيرون والايفرين ادي الثاني، بقى بولي سينابتك. يبقى النقطه الصعبه في الام اس كيو يا اولاد، اذا في 1 انتر نيرون ما يبقاش مونو سينابتك، يبقى بولي سينابتك. عشان يبقى في مكان اتصال واحد ما بين الافرين والايفرين، لازم يبقى ما فيش خالص انتر نيرون، يعني المونو سينابتك نو انتر نيرونز. لو في 1 انتر نيرون اصبح بولي سينابتك. النقطه الثانيه، مين المثال الوحيد بتاع المونو سينابتك؟ مفيش غير مثال واحد بس، في استريتش ريفلكس، وهتفهم ليه دلوقتي حالا هو مونو سينابتك. يعني انا لما ميل كده العضله دي حصل لها استريتش، حصل لها كونتراكشن، ده الاستريتش ريفلكس. خد بالك ده ريفلكس اللي بيحافظ على البوزيشن، فلازم يبقى فائق السرعه، يبقى في سينابس واحده بس، لانه بيحصل انا بجري اي مره هميل كده العضلات دي اتشدت تكونتراكت، استريتش ريفلكس. ما ينفعش يبقى في كذا وقفه، لانه بيحدث واحنا واقفين واحنا ماشيين واحنا بنجري واحنا بننط، لازم افائق السرعه. يبقى اتعلمنا على المونو سينابتك انه ما فيهوش ولا انتر نيرون، وفي مثال واحد ستريتش ريفلكس. لو في 1 انتر نيرون اصبح بولي سينابتك، وده بقيت ريفلكسز. دي كانت البيج رقم 2. انتقل البيج رقم 3. احنا عاوزين نعرف الاتي يا اولاد، انه السوماتيك والاوتونوميك نيرفس سيستم هما الاثنين بيشتغلوا اون بيزس اوف ريفلكس ارك. يعني دي جمله صح في الام اس كيو، هما الاثنين بيحصلوا ريفلكسلي. يعني انت مثلا لما بشكك بتسحب ايدك، ده سوماتيك ريفلكس، حاجه اراديه. لما بتبقى في الحر بتعرق، ده انفولنتري اوتونوميك. يبقى سواء السوماتيك او الاوتونوميك بيشتغلوا بيزد اون ريفلكس ارك. دي نقطه مهمه. طيب نبتدي، احنا موضوعنا الاوتونوميك، انما لازم في سؤال حوالين السوماتيك. ايه اهم معلومه في السوماتيك نيرفس سيستم؟ ان هو ده الجزء اللي خاص بالفولنتري اكشنز، بالحركات الاراديه. وطبعا من اسمه سوماتيك يعني بيحرك السوما، سوما يعني جسم. مين اللي بيحرك السوما؟ بص لي هنا، اللي بيحرك السوما هو السكيليتال ماسل، بيحرك السوما، عشان كده سموه سوماتيك نيرفس سيستم، يبقى فولانتري. بقى بمليون جنيه في الام اس كيو، رقم السعد في السوماتيك هو رقم واحد. انه من ساعه ما اطلع من السباينال كورد لحد ما اوصل للسكيليتال ماسل 1 ايفرنت. ايفرنت واحد، حتى هيجي لك في الام اس كيو 1 ايفرن نيرون سيستم. يعني بيتكون من 1 ايفرن نيرون. وان تايب، نوع واحد من الفايبر اللي هو اسرع فايبرز، اي الفا، مش اي بس، اي الفا. وان كيميكال ترانسميتر اللي هو الاستايل كولين، ويشغل حاجه واحده بس اللي هي السكيتال ماسلز. وقلنا عشان تبقى السرعه فائقه اكثر، انه بيبتدي الخلايا بتاعته قدام خالص في السباينال كور، ده سؤال ام اس كيو، في الانتير هورن سيلز. لو بدانا من ورا هناخد وقت عبال ما نوصل، انما هنا من اول نقطه ممكن نخرج منها انتير هورن سيلز. يبقى عرفنا عن السوماتيك 1 ايفرنت نيورون سيستم، 1 تايب اي الفا، 1 كيميكال ترانسميترز استايلكولين، وبيحرك حاجه واحده بس، 1 افكتور اورجان اللي هو السكيتال ماسل. ادي اربعه فيهم كلمه 1، زائد في الام اس كيو ان هو فولنتري، زائد الكلمه السادسه في الام اس كيو ان بيبتدي بالانتير هورن سيلز. طيب بينما الاوتونوميك رقم السعد بتاعه يا اولاد هو رقم 2. معلش لما قلت الحصه كانت قطر رصاص وهتسمعها كذا مره، وبعدين تحل الام اس كيو، اللي غلطان تطلعه بره، تشوف المعلومه بتاعت نظري وتعيده تاني. بس ادي البيست واي عشان تاخد الفول مارك في الاوتونوميك، في الام اس كيو عموما. تيجي بالاوتونوميك نيرفس سيستم رقم السعد 2، عكس هناك تماما. 2 ايفرين نيرون سيستم، في بري جانجليونيك قبل الجانجليون، وبوست جانجليونيك بعد الجانجليون. البري جانجليونيك طويل بيبقى لونج، ده سؤال ام اس كيو داخل اول نقطه، انما الشورت البوست جانجليونيك بيبقى شورت جروب سي. طبعا فاهم ليه؟ ان البري جانجليونيك ده بي فايبرز ثين مايليتد، سريع، فعشان كده ربنا خلاه لونج. بينما البوست جانجليونيك ان مايليتد، فعشان كده
بطيء سي فايبرز فربنا خلاه شورت. يبقى تو افرين نيورون سيستم. وبعدين تو تايبس سمباثاتيك وباراسمباثاتيك. وعليه في تو كيميكال ترانسميترز اسيتايل كولين وفتحوا دانك فتحوا دانك نور ادرينالين اور نور ابينفرين نوت ادرينالين. لو جاب لك ادرينالين تبقى دي اجابه خطا خلاص. وبعدين انه انفولنتري يعني بيأسف لسه بيشغل تو افكتور اورجانز. قلنا يا مصل يا جلاند. والمصل نوعان يا كاردياك يا سموث. والجلاندز نوعان يا اندوكراينال يا اكسوكراينال. خد بالك الاندوكراينال ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو ده تبع الاوتونومي. وكل دول انفولنتري تمام. طيب لما احط المعلومه بقى يبقى نفس الست معلومات بتوع السوماتيك. اول اربعه بدل 1 2 نقولهم ثاني 2 اي فريندز بري جانجلونيك وبوست جانجلونيك. ودي جواها سؤال قلنا البري هو الحلو بي ثيم مايليتد وبالتالي هو اللونج سريع والبوست جانجلونيك هو الوحش سي ام مايليتد بطيء عشان كده شورت. يبقى ده لونج وده شورت. ده سؤال تو تايبس سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك تو كيميكال ترانسميترز اسيتايل كولين ونور ادرينالين نوت ادرينالين تو افكتور اورجانز يا مصل يا جلاند. حتى كل واحد اتقسمت الاثنين رقم السعد في الاوتونوميك اثنين يا اما كاردياك يا سموث والجلاندز اكسوكراينال يا اندوكراينال. ركز على الاندوكراين. المعلومه الخامسه ان هو انفولنتري عكس السوماتيك انفولنتري. والمعلومه السادسه انه في حاله السمباثاتيك بيطلع من اللاترال هورن سيلز. طب وفي الباراسمباثاتيك بيطلع من الكورسبوندينج مفيش لاترال هورن سيلز فبيطلع مما يعادلها يعني هنا اللي بيشاور عليه هنا. وطبعا قلت لكم ليه في حاله السمباثاتيك في لاترال هورن سيلز سمباثاتيك بس اللي عنده لان السمباثاتيك بيروح لحتت اكتر بكتير من البارا فمحتاجين نيرونز اكتر عشان كده ربنا مدد الحته دي وعملت اللاترال هورن سيلز. فاللاترال هورن سيلز في السمباثاتيك بس تبقى عارفها. اما البارا من الكورسبوندينج الحته اللي اقرب ما يمكن اللي كان هيبقى لاترال هورن سيلز وطبعا بتطلع من الكرينيا نيوكليا. دي المعلومه السادسه. طيب بصلي من فضلك بقى في معلومه مهمه جدا. في حاله السمباثاتيك بيبقى في عنده اهم نوع من الجانجليا بيبقى موازيه للعمود الفقري فيسموها لاترال جانجليا او بارافيرتيبرال وموجوده في شكل تشين. كل جانجليون اهي معلقه في السباينال نير. ده سؤال مهم جدا. السمباثاتيك جانجليون معلقه في العصب الشوكي بجزيرين. الجزير الاول بيبقى وايت تريمس اظن فاهم ليه لان الاولاني ده بري جانجليونيك بيبقى بي فايبر مايلينيتد ثم مايلينيت حواليه مايلين شيز والمايلين شيز ده فات والفات الزبده لونها ابيض فبيبقى وايت تريمس. اما البوست جانجليونيك فبيبقى سي فايبرز ان اور نون مايلينيتد وبالتالي بيبقى لونها جراي ريمس. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. يبقى كل لاترال او بارافيرتيبرال او بنسميهم سمباثاتيك تشين انهم تبع السمباثاتيك معلقه في السباينال نيرف بجزيرين. حتى قلت ان النيرف ماسك في النخاع الشوكي بجزرين انما الجانجلو معلقه بجزيرين اظن جزير تصغير جزر. الاولاني بالعقل هيبقى بري جانجليونيك بي مايلينيتد يبقى لونه ابيض لان في مايلين شيز فات. الثاني هيبقى بوست جانجليونيك جروب سي يبقى جراي ريمس. طيب ننتقل للوحه الخامسه وهي تكرار اللي قلناه قبل كده بس لان موضوعنا اوتونوميك فالتكرار فيه مفيد. يبقى قلنا الاوتونوميك يا اولاد اربعه كلمه تو تو افرين نيرون سيستم بري جانجليونيك بي طويل سريع وبوست جانجليونيك سي امالينيتد بطيء. يبقى تو افرين نيرون سيستم دي اهم جمله. تو تايبس سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. طيب بيغذي تو افكتور اورجانز يا ماسل يا جلانز. كله ينقسم ايه الماسل يا كارديا كاسموس بشاور عليها بالليزر والجلانز اكسوكراينال يا اندوكراينال اهو بشاور عليها اندوكراينال. دي مهمه جدا راسم البنكرياس هنا. ورابع تو بيطلع تو كيميكال ترانسميترز اسيتايل كولين ونور ادرينالين.
تبقى عارف بالإضافة لأنه involuntary. وقلت الخلايا بتاعته بتبتدي فين بقى؟ مش مستعجلين قوي، بنبتدي في اللاترال هورن سيلز في حالة السيمباثاتيك أو corresponding، يعني اللاترال بارت هنا مش مفيش هورن سيلز في حالة البار أو كرينيال نيوكليار. دي اللوحة رقم 5. اللوحة رقم 6، احنا قلنا ان الاوتوناميك سموه اوتوناميك لانه انفولانتري اوتوماتيك. طيب ليه سموا السيمباثاتيك سيمباثاتيك والبارا بارا سيمباثاتيك؟ اللوحه بتقول لك السيمباثاتيك لما بقابل حد بحبه ضربات قلبي بتزيد. ده مين اللي بيعمل العمليه دي؟ السيمباثاتيك، يبقى هو بتاع السيمباثي يعني التعاطف. طيب اعصاب السيمباثاتيك قلت في الاوتوناميك كل حاجه كلمتين، ثوراك ولامبر، بتطلع من ال 12 ثوراسك والابر 3 لامبر، يبقى عدد الاعصاب كام؟ 15. يبقى ثوراكو لامبر كل الثوراسك ال 12 ثوراسك والابر 3 لامبر. للزملاء اللي بيتابعوني هنا اللي هم في نورث امريكا، طبعا جاب لك ابر 2 لامبر ابر 4 لامبر صح، مش لازم 3 لان مش كل الناس زي بعض. المهم ثوراكو لامبر عدد اللمبر المشارك قد ايه مالوش قيمه، 2 3 4 كله صح لان بيختلف من شخص لاخر. يبقى السيمباثيك سموه سيمباثيك لانه بتاع السيمباثي وهو ثوراكو لمبر. طيب بينما البارا سيمباثيك هتفهم ليه سموها بارا، شويه اعصاب فوق موازين للسيمباثيك وشويه اعصاب تحت موازين للسيمباثيك، يبقى باراليل للسيمباثيك عشان كده سموها بارا سيمباثيك. عائلة البارا عائلة صغيرة لأنها بتغذي حاجات أقل بكتير من السيمباثيتك. أربع أعصاب كرينيال أرقامهم 3 7 9 10، وحفظناها اللي هي السنة بتاعة الانتصار الوحيد على إسرائيل 1973، سنة حروفها من النور 3 7 9. طبعا مش هتقول واحد بلاش عبط، 10. ده سؤال 3 7 9 10، ده الكرينيال بارا سيمباثيتك. أما الساكرال التلات اعصاب اللي في النص، انت عارف ساكرال 5 1 2 3 4 5، هناخد التلاته اللي في النص 2 3 4 ساكر، حتى بيتحدوا في عصب واحد بيغذي البلفيس اسمه بلفيك نير. يبقى البارا كرينيو ساكرال، السيمباثيتك ثوراكو لامبر. وملاحظ ان كل حاجه في السيمباثيتك في الاغلب اتنين، لما يسالك تقول اتنين وبعدين نفكر مين هم الاتنين. فالسيمباثيتك ثوراكو لامبر صح، وهي حتى منطقة القلب، عما تحط ايدك على قلبك السيمباثيتك بتاع السيمباثي هي دي منطقة السيمباثيتك ثوراكو لامبر. واربع اعصاب فوقيهم وثلاثة تحتهم بارا، يبقى كرينيو ساكر. تمام يا شباب؟ طيب انتقل للوحة اللي بعدها. انه تكرار اللي فات بس هنضيف معلومة صغيرة. طب السوماتيك بيطلع منين؟ قلت السوماتيك ده هو اكتر واحد في الجسم، لان احنا عاوزين اعصاب كتيره جدا تغذي السكيتال ماسل. وفهمتهالكوا ليه؟ عشان كل فايبر من السوماتيك الفرونتري يخص عدد محدود من الماسل فايبرز، ما بقولش ماسل فايبر، فالحركات تبقى فاين. يعني خصائص الحركات الفرونتري اللي من ضمنها الكلام لازم تبقى من الدقه بمكان، فلازم عدد الاعصاب كتير قوي عشان كل عصب يبقى قادر على تحريك عدد محدود من السكيتال ماسل فايبر. عشان كده في السوماتيك MCQ كل السباينال نيرفز بتحتوي سوماتيك، وكل الكرينال نيرفز طبعا طبعا للطالب زيك فيما خلا السنسوري، لان السنسوري دي اساسا ما فيهاش موتور. يبقى السوماتيك ده المعظم. وعليه في سؤال مهم جدا، يبقى الاوتونوميك نيرف فايبرز اللي قلناهم كلهم سوماتيك بتخرج مع السوماتيك، مفيش عصب فيه اوتونوميك فايبرز بس؟ ده سؤال MCQ مهم. ما انت قلت لي كل الاعصاب فيها سوماتيك، بعض الاعصاب بتفهم عربي بالاضافه لاحتوائها على سوماتيك معاها اوتونوميك. خلاص اللي هي في حاله السيمباثيتك مين بقى؟ الثوراكو لامبر، وحتى طلع قلنا سؤال من لاترال هورن سيلز. اما في حاله البارا كرينيو ساكرال اللي هي طالعه من ما يوازي اللاترال هورن سيلز الكورسبوندينج والكرينيال نيوكلاي، ودي عيله كبيره قلنا 15 عصب اول ثوراسيك والابر ثري لامبر، ودي عيلة أصغر 4 كرينيال 3 7 9 10 و 3 ساكر. وفاهمين ليه السيمباثيتك أكتر؟ لأنه وايدر إن ديستريبيوشن.
مثلا الاطراف الابر لور ليمز ليهم سمباثاتيك ما لهمش بارا، ادي قطعت نص الجسم. السكين عنده سمباثاتيك ما عندوش بارا، وهنكملهم في الاخر. يبقى في اللوحه دي عندي سؤالين مهمين جدا، انه كل اول كرينيال اول سباينال اند اول كرينيال ما خلى السنسوري سوماتيك، يعني السوماتيك هو الاكثر. بعض الاعصاب بالاضافه لاحتوائها على سوماتيك معها اوتونوميك، يبقى الاوتونوميك بيخرج مع السوماتيك فين؟ عاوز تعرف اقولها لك تاني؟ في الفنترال او الانتيرور روت اوف ذا سباينال نيرف. يبقى الفنترال او الانتيرور روت اوف ذا سباينال نيرف بيحتوي بوث سؤال ام اس كيو مهم جدا، سوماتيك ومعاه اوتونوميك. في حاله الكرينيو ساكرال بيبقى او الساكرال هنا هيبقى معاه، لو بتكلم على سباينال نيرف معاه بارا، في حاله الثراكو لامبر معاه سيمباثيتك، تبقى عارف الكلام ده كويس قوي. طيب اللوحة اللي بعدها، اللوحة رقم 8 اوتونوميك جانجليا، ده بقى فيها شوية اسئلة كتير يا ولاد. اول سؤال في الام اس كيو، ايه تعريف الجانجليون؟ كوليكشن اوف نيرونز اوتسايد السنترال نيرفس سيستم، وهي في ذات الوقت كوليكشن اوف بوست جانجليونيك نيرون. يعني السؤال يجي لك يا دي يبقى كوليكشن اوف نيرونز اوتسايد صح، كوليكشن اوف بوست جانجليونيك صح. امال لو قال لي collection of neurons inside the central nervous system او collection of preganglionic، دي ما نسميهاش جانجليا، دي نسميها nucleus. ده اول مجموعه من الاسئله. تاني مجموعه، طب ايه وظيفه الجانجليا؟ قلنا ان الاوتونوميك فايبرز قليلين، بينما هما بيغذوا حاجات كتيره قوي، تو ماسلز وتو جلاندز، كاردياك وسموث واكسوكراينر اندوكراينر جلاندز. عشان كده توقفنا في الجانجلو عشان نزود عدد الاعصاب. نسبه البري الى البوست 1:9، حتى قلت لكم بطريقه طريفه ان الجانجليون بتسعى في الخير، يعني بيدخلها واحد يطلع منها 9، وقلت الاسكاء ما بيدخلهاش واحد يطلع 9، هو بيدخلها 100 يطلع 900، يدخلها 1000 يطلع 9000، يعني النسبه 1:9، بس انا مش عاوز الخبط الرسم. يبقى الثاني مجموعه من الاسئله في الجانجليون انها ديستريبيوتنج سنتر، ده اللي هيجي لك، دي تحسبها صح او تيجي لك بطريقه ثانيه، نسبه البري الى البوست 1:9. وطبعا لطالب ذكي في سؤال ثالث، في حاله السمباثاتيك النسبه اكتر من 1:9، وفي حاله البارا اقل شويه من 1:9. طب ليه في السمباثاتيك اكتر؟ لانه بيغذي حاجات اكتر، فعشان كده الريشيو ما بين البري والبوست اكتر من 9:1. في البارا بيغذي اقل من 1:9، يبقى المتوسط 1:9. تبقى فاهم القصه. ودليل تاني حتى قلت لك في السمباثاتيك ان هو اللي عنده لاترال هورن سيلز، عشان عاوزين مور نيرونز. ثالث مجموعه من الاسئله وهي الاهم، السمباثاتيك بيريلي فين؟ في لاترال جانجليا اهي. ليه بيسموها لاترال؟ لانها جنب العمود الفقري او على الناحيتين موازيه للعمود الفقري ناحيتين، فيسموها بارافيرتيبرال، وفي شكل سبحه فيسموها سمباثيتك تشين. يبقى ده اول نوع. يبقى سمباثيتك بيريلي فين؟ تقولها معايا، لاترال ثم لاترال ثم لاترال، اللي هم بارافيرتيبرال هم اللي هم بيسموهم سمباثيتك تشين. قلت جنب كل سيجمنت في بير اوف جانجليا، في واحده يمين واحده شمال، بس طبعا مرسم على ناحيه واحده ما عدا في السيرفايكال ريجون، في منطقه العنق اللي بتغذي الهيد اند نيك، في 8 سيجمنتس بس يقابلهم 3 جانجليا بس، سوبيرور وميدل وانفير، وشرحتها بنفس المنطق. الهيد اند نيك هو اصغر حته في الجسم، انت عريض كده عند صدرك وعند بطنك وعند البلفس، في اورجانز كتيره محتاجه اعصاب كتيره، انما في منطقه الهيد اند نيك جسمك ملموم، في اعضاء قليله، يبقى محتاج اعصاب اقل، افتح ودنك، يبقى محتاج جانجليا اقل. عشان كده السيرفايكال فيه سوبيرور وميدل وانفيرور بير اوف جانجليا بس. قلت هذا الكلام وقلت مش موجود في اي كتاب، تفهمه مع عبد الله فقط. ليه في السيرفايكال فيه مفيش سيجمنت لكل بير اوف جانجليا، انما في 3 بس، هيد اند نيك اصغر، اعضاء اصغر، محتاجين جانجليا اقل. يبقى السمباثاتيك بيريلي فين؟ لاترال ثم لاترال ثم لاترال، اللي هي ليها اسمين تانيين، بارافيرتيبرال او سمباثاتيك تشين ثم كولاترال. مين بقى الكولاترال جانجليا دي في حاله مين؟ في حاله لما يكون العصب هيغذي الجاسترون سان تراكت، وشرحتها ليه لازم يبقى كولاترال عند منبت الوعاء الدموي.
عشان البوست جانجليونيك بيمشي داخل الجدار الوعاء. فندخل في ثقب واحد في الجهاز الهضمي في الفيسل، وجوه جدار الفيسل في الاعصاب، فيبقى عدد الثقوب في الجهاز الهضمي قليل، لان قلت الجهاز الهضمي بيحتوي عصارات هاضمه، مش عاوزين نكتر الثقوب فيه. عشان كده في حاله الجي اي تي بنستخدم الكولاترال جانجلي. طب الجي اي تي موجود فين يا اولاد؟ في حتتين، في الابدومين والبلفس. يبقى الابدومين والبلفس نوع الجانجليا كولاترال. يبقى السمباثاتيك بريليف في لاترال ثم لاترال ثم لاترال. شوف ده المهم، ده الاكثر. ثم كولاترال في حاله مين؟ لما اكون رايح للجهاز الهضمي. ليه؟ لان الكولاترال موجوده عند منبت الثلاث اوعيه الكبرى الصادره من الاورطه، وتسمى باسماء الوعاء. يعني لو الوعاء ده اسمه سيلياك ارتي تبقى دي سيلياك جانجلين، سوبيرو ميزنتريك ارتي سوبيرو ميزنتريك جانجلين، وهكذا. والغرض ان البوست جانجلونيك الاعصاب تمشي في جدار الوعاء، فثقب واحد يحتوي الفيسل ويحتوي النيرز يروح للجهاز الهضمي، عشان ما ثقبوش كتير لانه جواه عصارات هضمه. تبقى فاهم الكلام. اما الباراسمباثاتيك بريليف فين يا اولاد؟ تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال. تيرمينال يعني ايه؟ قلنا بيبقى موجود على سطح الاورجن او جوه الاورجن، ادي معنى كلمه تيرمينال. وايه هنا الميزه في دي؟ ان لحد ما اوصل للاورجن فانا بري جانجليونيك، اللي هو الثين مايلينيتد، اللي هو بي اللي هو السريع. اما البوست جانجليونيك يبقى اللي هو الوحش السي الامينيتد، يبقى صاير. عشان كده السؤال بيجي بطريقتين، في الباراسمباثيك الجانجليا تيرمينال على سطح او داخل اورجن. طب ده معناه ايه؟ سؤال بطريقه تانية، it has got very long very long preganglionic and very very short postganglionic. تبقى عارف في حاله الهيد اند نيك بقى في other ganglia. فمثلا العين بيبقى في عندنا حاجه اسمها سيلياري جانجليون. الفيشال نيرف اللي بيغذي السب مانديبولار والسب لينجوال سيلفر جلاند اسمها سب مانديبولار جانجليون. في حاله الجلوسوفارينجيا اللي بيغذي الباروتيد الجانجليون اسمها اوتيك. وحتى قلت لاحظ تشابه الجانجليا مع الاورجا اللي بيغذي باروتيد. يعني ايه؟ يعني ايه باروتيد؟ قلت لكم يعني بارلل للوزن الودن جار اذنيه، اوتيك يعني ودن، فباروتيد يعني جار اذنيه، يبقى الجانجليون اسمها اوتيك اذنيه. اللي بيغذي السب مانديبولار والسب سليفري السب مانديبولار والسب لينجوال سليفر جلاندز يبقى اسمها سب مانديبولار جانجليون. يبقى السمباثيتك بريليف فين يا اولاد؟ سؤال ام اس كيو. في اللاترال ثم لاترال ثم لاترال. وفي حاله الجي اي تي اللي هو الابدومين والبلفس في كولاترال. انما الباراسمباثيتك في تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال، وفي حاله الهيد اند نيك في اذر جانجل. المهم في الاقل اهميه. طب سؤال بقى هنجيله في الاخر، في اخر يعني لوحه، اللي هو الادرينال مظله. الادرينال مظله از كونسيدر سمباثيتك جانجل. قلنا البوست جانجلونيك نيرون فقد الاكسون وتحور جسم الخليه، الخليه الافرازيه تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. وقلت سموا ليه الادرينالين ادرينالين؟ بيشرح موقعه، انا ادرينال جنب الكليه، رينال يعني كليه، وساعات سموه في امريكا هنا ابينفرين لانه فوق النفرنس. تبقى عارف هذا الكلام. وبتطلع طبعا بالاضافه الادرينالين نور ادرينالين بتاع السمباثيتك. يبقى ده الخمس انواع. دي لوحه خدت وقت اكتر شويه. نيجي اللوحه دي اللي هي الالارم ريسبونس اوف سمباثيتك. انا هاخد منه اللي يعنيني بس، مش هاخد الفانكشن اللي هقولها مع الفانكشنز. انا هنا دي مراجعه ام اس كيو، دي مش مراجعه اوتونوميك، مراجعه النظري حاجه تانية خالص. ان السمباثيتك ده بتاع الامرجنسي، ده سؤال ام اس كيو، وبنعني بالامرجنسي الفايت يعني العراك، او الفلايت يعني الهروب. وطبعا كان في تعبير تالت اسمها فايت اور فلايت اور يعني فير اللي هو الخوف. وبقول لكم في سنه تانية باذن الله مين اللي حط هذا التعبير اول واحد، بس ما عنديش وقت دلوقتي. فايت اور فلايت اور فرايت حتى كان يسميها الثلاثه اف، فايت اور فلايت يعني عراك او هروب، او فرايت يعني خوف. انما هو الاصح طبعا اكتفينا بالفايت اور فلايت. وبالتالي انت السمباثيتك بيشغل الجسم في الفايت. في الفايت عاوز استهلك طاقه، يبقى لو وزنتك قبل الفايت وبعد الفايت هلاقي وزنك نقص. يبقى عليه يعتبر السمباثيتك كاتابوليك انرجي كونسيومينج، بيصرف طاقه كاتابوليك. ده سؤال ام اس كيو.
يبقى السيمباثيتك مهم في الامرجنسي اللي هي الفايت اور فلايت سؤال ام اس كيو، وعليه كاتابوليك سؤال ام اس كيو. طب العنوان كان بيقول لك الارم ريسبونس، ده لوحده سؤال. يبقى السيمباثيتك بيخليك اليرت، مور اليرت اور اراوزد، اكثر تيقظا او تنبها. اليرت يعني متنبه، اراوز يعني متيقظ. ليه؟ لانه بيخلي الشبكه، انت شغال بالكهرباء، الشبكه الكهربائيه في البرين ستيم اسمها ريتيكولا فورميشن، تشابك، شكله زي ريتيكولم، شبكه كهربائيه، تكوين الشبكه ريتيكولا فورميشن، هو بقى بيخليه اكثر اثاره. بس بيقولوها بتعبير صعب، بيلور الثريشولد اوف ريتيكولا فورميشن، يعني يخلي المدخل بتاعه اوطى فالوصول اليه اسهل. ما انت لما يبقى المدخل واطي تقدر توصل اسهل، تعبير صعب، lower the threshold of reticular formation. يبقى هنا في ثلاث اسئله بس ام اس كيو يا اولاد، ما هي دي مراجعه ام اس كيو عشان ما تلخبطش. مهم في الامرجنسي فايت اور فلايت سؤال، كاتابوليك سؤال، بيخليك alert or aroused، اكثر تنبها او تيقظا، ده السؤال الثالث، لانه بي lower the threshold بتاع reticular formation. طيب باقي الليل اناتومي بتاع السيمباثيك بيطلع منين؟ الاوريجين والريلي. تعال لكم بطريقه جميله جدا. انت عندك في الفانكشن هناخد من فوق لتحت، هيدا النيك، ثوركس، ابدومن، بلفس. طبعا هو بيغذي الليمس كمان، بس دي مش مهمه قوي، مش مهمه في الاسئله. يعني قلت ان وراء الخلق خالق، كل برغوت على قد دمه. ايه اصغر حته في جسمك؟ الهيدا النيك. عشان كده بتاخد ربنا اعتمد الاعداد الزوجيه، عصابين بس الهيدا النيك، اكبر منه الثوركس والبلفس اربع اعصاب، انما اكبر حته في جسمك الابدو من ست اعصاب. يبقى حلوه لذيذه، 2 4 6. الهيدا النيك دي اصغر حته، تبقى عصابين الثوركس والبلفس، اكبر شويه باربعه الابدو من يبقى ست اعصاب. وطبعا ما عندناش ودنك منين يا جح؟ الهيدا النيك اعلى حته، تبقى تاخد من اعلى عصابين، مش السيمباثيتك ثوراكو لامبر، يبقى تاخد من 1 و2 ثوراسك. طب البلفس اوطى حته، يبقى تاخد اخر اربعه اللمبر، الثلاثه اللي تحت و12 ثراسك، يعني 12 ثراسك واحد انت لمبر تعدهم يبقى اربعه. يبقى حاجه بالعقل، حلو جميل. دي اسئله ام اس كيو، يعني ساعات في الام اس كيو بيسالك في الاناتومي جاي منين السبلاي. طب الريلي لسه قايلينها يا اولاد، ان السيمباثيتك في الاغلب بيستخدم اللاترال اللي هي البارافيرتيبرال اللي هي السيمباثيتك تشين. واللي قلنا حاجه جميله، ان جنب كل سيجمنت في بير اوف جانجليا، ما عدا انهي منطقه يا اولاد؟ اللي رايحه الهيدا النيك اللي هي السيرفايك بتاعت الهيدا النيك، في 3 جانجليا بس. ليه؟ لان الهيدا النيك هي صغير. يبقى الهيدا النيك في حاجتين يدل ان هو ما فيهوش اورجانز كتير، انه بياخد بعصبين بس، الباقيين بياخدوا 4 او 6، وان هو منطقه السيرفايكال بتاعته ما فيش بقى فيه 8 سيجمنتس بس، يقابلهم 3 ازواج من الجانجليا فقط، سوبير وميدل وانفير. السيمباثيتك بيريلي فين؟ لاترال ثم لاترال ثم لاترال، اللي بنسميها بارافيرتيبرال، يعني بارا للعمود الفقري الناحيتين، اللي هي السيمباثيتك تشين. في حاله الابدومين والبلفس اللي بيحتوي الجهاز الهضمي بنستخدم كولاترال جانجليا. في كام كولاترال جانجليا؟ 3. الاثنين اللي فوق يروحوا الابدومين، الابدومين اكبر كبير ياخد كتير، والبلفس ياخد اللي تحت اللي هي الانفيروم زنتريك. يبقى الابدومين بتاخد السيلياك والسوبيروم زنتريك 2، انما البلفس الصغير بياخد واحده بس، انفيروم زنتريك جانجليا. دي رقم 10. تاني بقى في الفانكشنز، في الهيدا نيك قلت ممكن يجي لك السؤال في الاوريجن او في الريلي او في الفانكشن. نقولهم في عجاله تاني، تكرار يعلم الشطار، خلينا نقولها كده. الهيدا النيك اللي هو اصغر حته بتاخد باثنين، اعلى اثنين، 1 و2 ثراسك، ده سؤال ام اس كيو. بيريلي فين؟ في اعلى جانجليا، سيرفايكال جانجليا. طب والفانكشنز؟ مش هقول كل الفانكشنز، انا حافظ الاسئله الام اس كيو وورد وايد، هقول اللي بيجي فيهم بس. اللي هو الاي وتحتيها السكين وتحتيها السليفري جلانس. في الاي بينكريس ذا فيلد اوف فيجن. طبعا واحد هيتخانق، قلت السيمباثيتك محمد علي كلاي. ما يقول لك سيمباثيتك تفكر في محمد علي كلاي، بيتخانق لازم ابقى شايف كويس، يبقى نوسع مجال الرؤيه. ازاي؟ 3 حاجات مهمه في العين. ارتفاع الجفن العلوي، اليفيشن اوف ابر ايليد. اتساع الحدقه عشان يدخل ضوء كتير.
بيوبيلو دايليتيشن، ممكن تيجي لك بطريقه صعبه ميدريازيس مش مايوزيس. مايوزيس ضيق الحدقه، وقلت لك ازاي ما تلخبطهاش، افهم ترمينولوجي. انا شرحت كل الترمينولوجي. مايوسيس اللي هي ضيق الحدقه من كلمه مايو، مايو يعني صغير، مايكروب مايكروباس، يبقى مايو صغير حدقه صغيره، تبقى عكسها ميدريازيس الحدقه الكبيره. عبط ما بحبوش. وبعدين جحوظ العينين دي في الانيمال اكتر، اكسلو يعني بره، وفالموس يعني عين. قلت هتاخد عندك ماده اسمها اوفثالمولوجي، عيب ما تبقاش عارف اوفثالمو يعني عين. اكسو يعني بره من كلمه اكسترنال، يبقى عشان تشوف كويس ثلاث حاجات في العين، بيوبيلو دايليتيشن اللي هي ميدريازيس ممكن تيجي لك بطريقتين، اليفيشن في الابر ايليد، اكسو اوفثالموس. طب نيجي في السكين، واحد بيتخانق هيسخن، يبقى لازم سواتنج، دي اهم حاجه. وبعدين بيتخانق هيتعور، يبقى عشان ما ينزفش اول حاجه بتحصل ايه في الهيموستيزيس؟ فازو كونستكشن، فهو من الاول بيحصل له فازو كونستكشن. وبعدين كلام عبط، بايلو اريكشن انتصاب الشعر، لانه بيكونتراكت البايلو اريكتور ماسل اللي هي في الانيمالز مش في الانسان. الانسان ما يصحش هو بيتخانق شعره يقف، دليل على انه ما في حاله رعب وما بنشوفهاش. انما في الانيمال قلت قطه صغيره لما شعرها يقف تبقى تبدو اكبر حجما، يبقى بقيه الانيمالز ما تستهيفهاش، انما هو هنقولها انها بيجيبوها. سليفري جلاندز، قلت السليفري جلاندز ده اصعب سؤال. في نوعين من اللعاب، نوع مائي مهم للهضم يبقى ووتري ترو سيكريشن، ده بتاع البارا، البارا هي بتاعه الهضم، ونوع ثيك او فيسد مليان ميوكس ده بتاع السمباثيك. وقلت لك ما تنساهاش ان السمباثيك بيعمل انهي نوع؟ الثيك الفيسد الميوكس. انت وانت بتخانق ما بتريلش، ما بيعملش الوتري اللي هو ترو سيكريشن. وفهمتها لك ليه؟ مش بالهزار والضحك، انك انت لما تطلع ثيك سليفري سكريشن ريقك ينشف، تعطش فتشرب. انت وقلت لاحظت في كل مره في المباريات لما بيدوا وقت مستقطع بيجروا يشربوا عشان يبرد الماكينه اللي شغاله دي. قلتها الناس فاهمه فيسيولوجي، الواحد لما بينفعل يعني شغل سمباثيتك بيقول لك يا اخي نشفت ريقي. يبقى افتكر الانفعال سمباثيتك ينشف الريق، وليه بينشف الريق؟ عشان يزود الترس، ليه؟ عشان تشرب تبرد الجسم اللي بيسخن. ممكن سؤال الهيدا النك يجي لك بطريقه ثانيه، هوردر سندروم، لو اتقطع السمباثيتك بتاع الهيدا النك. يبقى الكوز ايه؟ يا يعني نقطع الاوريجين يا يعني نقطع الجنج. ما احنا قايلين الاوريجين اللي هو واحد واثنين ثوراسيك. طب والجنج عيلينها اللي هي السيرفايكال جنج، اعلى جنج، يبقى واحد اثنين ثوراسيك او الجنج اللي هي السيرفايكال. كل ده صح في الهورنر سندروم. وقلت ان هو يونيلاترال في ناحيه واحده. ايه المانيفستيشن؟ هناخد الاهم، الاي اعكس بدل بيوبيلو دايليتيشن اتساع الحدقه يبقى بيوبيلو كونستريكشن اللي هي مايوسيس. قلنا مايوسيس يعني صغير. بدل اليفيشن في الابر ايليد يبقى دروبينج في الابر ايليد اللي هي اسمها توزيس، وقلنا البي ال بي سايلنت، توزيس يعني انخفاض الجفن. بدل اكسوفثالموس جحوظ العين يبقى انو مش اندو، ما فيهاش دي، انوفثالموس ومعناها غوار العين، تغور يعني تدخل لجوه. طب نيجي للسكين، هناخد المهم بقى، بدل السويتنج ما فيش سويتنج، يبقى ان هيدروزيس مفيش ميه، يبقى نص وش اللي هو ما فيهوش سمباثيتك لما يجي النص السليم يعرق، النص التاني بالمسطره ناشف. ان يعني لا، وهيدروز يعني ميه، ما فيهوش ميه يعني ما فيهوش عرق. وبدل فازو كونستيكشن هيحصل فازو دايلتيشن، يبقى وشه هيبقى احمر ودافي، هيبقى ريد اند بور، النص بس الوش اليونيلاترال. ادي الطريقه الثانيه في الهورنر سندروم. شوف مليون سؤال بنقولهم ان نو تايم، عشان كده بقول لك ما تسمعش هذه المحاضره مره واحده أكثر من مرة في الوقت اللي أنت حاسس تعبان تتمتع بأنك تقعد تسمع. نيجي الثوركس. السؤال قلت بيجي في الأناتومي أو في الفسيولوجي؟ الأوريجن. فاكر الهيدا نيك كان اثنين، الأبدومن كانوا ستة، الثوركس والبلفس أربعة، يبقى الأوريجن الأبر فور ثوراسيك. طب وريلي السيرفايكال والثوراسيك جنج. طب الفانكشن في إيه في الـ في الـ في الـ في الثوركس؟ في هارت ولانك. تفتكر سمباثاتيك في خناقه سمباثاتيك يعمل ايه؟ بيزود كل الكاردييك بروبرتيز، اهمهم الهارت ريت اللي هي ريزميستي، الهارت يضرب عدد مرات اكتر، والكونتراكتيليتي قوه الانقباض، يعني بيزود الكم والكيف.
وايفن بيزود بقى انتوا فاهمين في السيركوليشن بيزود كوندكتيفيتي في الايفي نود وبيزود الـ 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 كل حاجه والاكسايتابيلتي. وبعدين اهم سؤال هنا ايه يا اولاد؟ ان السيمباثيتك بيدي بوث اتريا بوث فنتكل، بيدي كل الهارت ويزود كل البروبرتيز، كل الهارت ويزود كل البروبرتيز. طب الهارت اشتغل اكتر، يبقى هنا الفيسل يحصل له ايه؟ كوروناري فازو دايلتيشن. وقلت القاعده المهمه جدا ان السيمباثيتك في الجسم بيعمل فازو كونستريكشن لكل الجسم، فازو كونستريكشن فعالي الضغط، دي قاعده عامه ما عدا تو اورجانز بتتخانق بيهم، السكيليتال ماسل بلاد فيسلز والكاردياك ماسلز، سكيليتال ماسل وكاردياك ماسل كوروناري، بس دول دايلتيشن. قاعده اهي فيها مليون سؤال ام اس كيو. يبقى في اي حته السيمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن عشان يعلي الضغط وفايت، ما عدا اثنين يعمل لهم دايلتيشن عشان يجي لهم دم، سكيليتال ماسل بلاد فيسلز والكوروناري فيسلز. طيب الثالث في الهارت، نوع الريسبتور اللي على الهارت بيتا 1 ريسبتور. طبعا احنا اللي بننمر اي دواء بيشتغل على البيتا 1 يبقى ده دواء قلب، لان اللنج نوع ريسبتور بيتا 2 ريسبتورز. طب بيعمل ايه في اللنج؟ افتكر محمد عايك ليه؟ عاوز اوكسجين، يبقى برونكو دايلتيشن، اتساع في البرونكاي. ممكن يجيبها لك بطريقه ثانيه في الام اس كيو. طب ما لما الشعب تبقى واسعه يبقى النفس اسهل، ربي اشرح لي يا صدري، يبقى يقلل الورك اوف بريدنج، يبقى ممكن تجي لك برونكو دايلتيشن في الام اس كيو. قلت احد طرق الام اس كيو يجيب لك الشكل الغير مألوف للسؤال، شكل الحلوف، فما يقولكش برونكو دايلتيشن، يقول لك بيقلل ورك اوف بريدنج. طبعا يقلل ورك اوف بريدنج، هتم اتسع الشعب يبقى النفس اسهل، اهو ده الوجه الغير مألوف للسؤال تبقى عارفه. ونوع ريسبتور بيتا 2. طبعا البالمونري حط القاعده العامه، انت قلت السيمباتيك بيعمل كونستريكشن في كله، يبقى بالمونري فازو كونستريكشن، ما عدا اثنين ما بزهقش، اثنين ماسل، سكيليتال ماسل بلاد فيسل وكاردياك فيسل اللي اسمها كوروناري. ليه كوروناري؟ عشان لفه زي التاك حوالين الهارت. طيب ندخل في اللي بعدها، الابدومين والبلفس. سؤال في الاناتومي، الابدومين قلنا ده اكبر حته، بياخد من اللور 6 ثوراسيك سيجمنتس، تمام؟ بيتحدوا مع بعض في عصب اسمه جريتر. الابدومين دي اكبر حاجه تستحق جريتر سبلانكنيك، يعني اعشاء جريتر سبلانكنيك نير. طب وبريلي فين؟ قلنا الابدومين والبلفس في كولاترال جانجليا اللي هم ثلاثه. طبعا الابدومين الاكبر ياخد اثنين والبلفس ياخد واحد، فالابدومين بياخد الاثنين اللي فوق، السيلياك جانجليون والسوبيرو ميزنتريك جانجليون، بينما البلفس بياخد واحدة بس اللي تحت اللي هي انفيرو ميزنتريك جانجل، خلاص؟ وطبعا ما تنساش البلفس أربعة بس اللي هو الأبر ثري لمبر ونمرة 12 ثراسك، فاكر أنت ما قلنا 2 4 6. دول الأربعة دول بيعملوا عصب بيغذي الأحشاء برضه سبلانكلي، بس الصغير بقى التاني معمول من ستة، فالتاني سموه بتاع الأبدومين جريتر، بتاع البلفس سموه ليسر سبلانكلي. التو ليسر سبلانكلي نيرف، ده سؤال ام اس كيو داخل السؤال، بيمسكوا مع بعض في عصب واحد يمشي قدام السيكرم اسمه بري ساكرال نيرف. يبقى اذا البلفس بيطلع من الابر 3 لمبر ونمره 12 ثراسيك، ادي اربع عصاب بيعملوا اثنين ليسر سبلانكنيك، واحد يمين واحد شمال، يتحدوا في عصب واحد قدام السيكرم اسمه بري ساكرال. كل ده يبقى السؤال ده خاص بالبلفس. وريلي في كولاترال جانجليا اللي هي الانفيرور ميزنتريك جانجليون. نيجي الفانكشنز، لازم تبقى حافظ في الابدومين فانكشن الاتيه، في اربع غدد تبقى فاهمهم. الليفر ده مخزن الجلوكوز فور الجلايكوجين، طب ما انا في المعركه عاوز جلوكوز، يبقى بيعمل جلايكوجينوليسيس. ممكن سؤال يجي لك بطريقه ثانيه، يبقى نسبه الجلوكوز في الدم هتزيد، يبقى هايبر جلايسيميا، يبقى ستيميليشن اوف جريتر سبلانكنيك نيرف. ساعات قلت لك نوع ثالث في اسئله الام اس كيو، يسيب كل الخطوات وياخد لك الخطوه الاخرانيه، جريتر سبلانكنيك نيرف بيعمل هايبر جلايسيميا، صح؟ لانه اسقط ان الجريتر سبلانكنيك بيكسر الجلايكوجين في الليفر، فالجلوكوز يزيد في الدم، وده نسميه هايبر جلايسيميا. طيب على السبلين بيعمل كونتراكشن، وعليه السبلين ده مخزن الار بي سيز، عدد الار بي سيز يزيد،
وعليه الهيماتوكريت فاليو او الباكت سيل فوليوم تزيد. فنفس السؤال بطريقه ثانيه يقول لك هل الجريتر سبلانكريت نيرف بتاع الابدو بيزود الهيماتوكريت فاليو او الباكت سيل فوليوم؟ صح، اسقط انه بيعمل كونتراكشن في السبلين، يزود الار بي سيز في الدم لان ده مغزى ار بي سيز، وعليه يزود الباكت سيل فوليوم. يبقى دي تو جلاندز، الليفر والسبلين. ناخد الرينال والسوبرارينال. الجريتر سبلانكريت بيغذي السوبرارينال او اسمها ادرينال جلاند، يطلع منها 80% ادرينالين اور ابينفرين و20% نور ادرينالين اور نور ابينفرين. طب والكيدني نفسها بيطلع منها انزيم او هرمون، هو ينفع الاثنين، اسمه رينين عشان طالع من رينال تيشو، بيزود الضغط، واظن قلنا ان السيمباثيتك وظيفته يزود الضغط. يبقى دي اربع حاجات في الابدومن، اربع غدد، ليفر وسبلين. الليفر جلايكوجينوليسيس يجيبها لي بطريقه ثانيه هايبرجلايسيميا، السبلين كونتراكشن بطريقه تانية يزود الباكت سيل فوليوم. طب والادرينال جلاند او السوبرارينال؟ الاثنين صح، يطلع ادرينالين ونور ادرينالين 80 و20%. طب والرينال يطلع منها الرينين، يبقى حلوه، الادرينال يطلع منها ادرينالين ونور ادرينالين، والرينال يطلع منها رينين اللي بيزود الضغط. طب بالنسبه للجهاز الهضمي، قلت ان السيمباثيتك عدو الجهاز الهضمي، خلاص، لان يعني مش مفروض ان الجهاز الهضمي يشتغل في اثناء المعركه، والا الواحد هيحتاج يروح التواليت، هتبقى فضيحه انه في اثناء المعركه يقول لهم عاوز اروح التواليت، يبقى ده هرع على نفسه. فهو بينهبت الجاسترو انستينال تراكت. ازاي بقى دي هتيجي لك؟ سؤال داخل سؤال، انه هيريلاكس الوول ويكونتراكت السفنكترز، العضلات القامته او القابضه. عشان يصعب السؤال يجي يقول لك بقى ان الجريتر سبلانكريت نيرف اللي هو السيمباثيتك بتاع الابدومن بيكونتراكت البايلوريك سفنكتر، صح؟ ما هو بينهبت الوول ويكونتراكت السفنكتر. قلتها بجمله فيها مزاح، انه السيمباثيتك عشان ما يجيلكش رغبه في التبرز بيسكر المحابس، بيكونتراكت السفنكترز، تبقى عارفها. ده سؤال مهم جدا. سؤال تاني مهم جدا، ان الجريتر سبلانكريت بيغذي مين؟ زي الفيجاس، ستومك، سمول انتستين، بروكسيمال هاف اوف لارج انتستين. دي مهمه بروكسيمال، لان ساعات يجيب لك سؤال الوظيفه صح بس الاناتومي غلط، يقول لك الجريتر سبلانكريت بيغذي الديستال هاف اوف ذا لارج انتستين، واقول لا، ده وظيفه مين؟ البلفيك نيرف، اهو كاتبها لك، هو اللي بيدي الديستال هاف اوف ذا كولون، اللي هو الديستال هاف اوف لارج انتستين. ما هو الكولون هو اللارج انتستين، هو الامعاء الغليظه. ده سؤال مشهور جدا، نكتب لك الوظيفه صح ويخبطك في الاناتومي. الجريتر بتاع الابدومن يدي البروكسيمال هاف اوف ذا كولون، انما الليسر سبلانكريك اللي هو بيغذي البلفيس يدي الديستال هاف اوف ذا كولون. ولا تنسى ان السيمباثيتك في العموم بيعمل ايه يا اولاد؟ فازو كونستريكشن، اهي للجهاز الهضمي. السيمباثيتك ما بيعملش دايلتيشن غير الاثنين ماسل بتوع الفايت، انت بتتخانق مين؟ وريتها لك، بالسكيليتال ماسل والكاردياك ماسل، اللي هو الفيسل بتاعتها اسمها كروني. القاعده العامه ان السيمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن. نيجي البلفس اللي هو قلنا بيطلع من اربع عصب بس، فاكر لما قلنا القاعده بتاعت 2 4 6 بيتحدوا في عصب واحد اسمه 2 ليسر سبلانكريك، يدوا واحد قدام السكرم اسمه 1 بري سكرم. كل دي اسئله كانت علاقات الرصاص، وريلي في كولاترال جانجليا واحده بس الانفيروم زنتريك، سؤال. ولا تنسى انه بيغذي الديستال هاف اوف ذا كولون، سؤال. طب دي ايه الفانكشن بقى؟ تفتكر سيمباتيك واحد بيتخانق هيتبول ويتبرز ولا يحتاج البول والبراز؟ يحتاج البول والبراز. يبقى ريتنشن اوف يورين وريتنشن اوف فيسز. في سؤال صعب هنا بقى، يبقى لازم عدو الجهاز الهضمي يريلاكس الوول، وقلنا ويسكر المحابس يكونتراكت السفنكتر. فين السؤال بقى هنا؟ لاهميه التبول والتبرز ربنا عمل تو سفنكترز انترنال واكسترنال، واحده تبع الاوتونوميك انفولانتري افلاك لوحدك كده من غير ما تفكر، واحده تبع السوماتيك لما بتقول انا ماسك نفسي فولانتري. قلت لكم بطريقه لا تنسى ان الانفولانتري اللي تبع الاوتونوميك هي الانترنال سفنكتر. ده واحد من اصعب الاسئله، يبقى الان الانترنال هي الانفولانتري، الانترنال هي الانفولانتري. لما تقول انا ماسك نفسي اراديا انت ماسك الاكسترنال، دي سوماتيك مالناش دعوه بيها. طيب نيجي السيمباثيتك،
يبقى احتجز البول واحتجز براز. طب الميل جينيتاليا بيعمل فيها ايه؟ بينهي العمل الجنسي. ايجاكيوليشن يعني قصف بيسكويز البروستات والسيمينال فيسكل، يبقى ممكن يجي لي ايجاكيوليشن صح، يسكويز البروستات والسيمينال فيسكل صح، ما هو لما يعصرها يحصل ايجاكيوليشن. سؤال بطريقه ثانيه، وانس حصل ايجاكيوليشن مش محتاج اريكشن، يحصل شرينكج للبينس. طب والشرينك ده بيحصل ازاي؟ بالفازو كونستكشن، مفيش دم يروح البينس. واظن اظن اظن دي الوظيفه العامه للسمباثاتيك، ان عموما السمباثاتيك يا اولاد بيعمل فازو كونستكشن ما عدا تو فيسلز، الكوروناري ويل سكيليتال بلاد فيسلز بس، ده مهم. انتقل للباراسمباثاتيك اللي هي الاسره الصغيره. اذا كنا قلنا السمباثاتيك يا اولاد ده، بس استاذنكم اقفل الستاره عشان الشمس قويه. طيب الباراسمباثيك قلنا هناك مهم في الامرجنسي، في الفايت والفلايت. هنا بقى ايه اهم كلمه في البارا؟ ان هو صديق الجهاز الهضمي، بيشغل القناه الهضميه موتور والعصائر الهضميه سكريتوري. عشان كده سؤال مهم جدا في الام اس كيو يسموه سكريتو موتور سيستم. يبقى ما يقول لي سكريتو موتور سيستم يبقى ده الباراسمباثيك، او زعيمهم الفيجاس، الاثنين صح، بارا او فيجاس سكريتو موتور. طب ما يشغل الجهاز الهضمي بعد ما تاكل واوزنك الاقي وزنك ايه؟ زاد. يبقى اذا هو بالعكس انرجي بريزيرفنج انابوليك عكس السمبثاتيك. ده سؤال برضه انا حافظهم واحد واحد وورد وايد، اللي بقوله لك ده ولا سؤال هيطلع عنه، ولا سؤال واحد، بس هتسمعها اكتر من مره وبعدين تحل اللي تغلط فيه، تسجله، ترجع المعلومه النظري، تعيد اللي غلطت فيه فقط، ما تعيدش كله، عبط مش عاوز. يبقى سكريتو موتور سؤال ام اس كيو، انابوليك او انرجي بريزيرفنج سؤال ام اس كيو. قلت ان انا بأعني بالصوره العامه، ما بعملش زي بقيه الزملاء اشرح واحد واحد. الجمله قلت ان الفيجاس رقم 10 اللي هو مارادونا ده لوحده 70% من القوه الضاربه بتاعه البارا، في 70% من الفايبرز، هو ده المايسترو بتاع البارا، تاركا النهايتين، جمله حفظتها الاجيال. بياخد الجهاز الهضمي ما عدا النهايه العليا والنهايه السفلى. مين بقى الجهاز الهضمي؟ أربعة ورا بعض. اسوفيكس، ستومك، عد معايا نمرة 2، سمول انتست نمرة 3، افتح ودنك. بروكسيمال هاف اوف لارج انتست. زي الجريتر سلانكينج عشان ساعات بيلخبطك في الأنف. بروكسيمال هاف. يبقى بيدي أربعة موتور. اسوفيكس، ستومك، سمول انتست، بروكسيمال هاف اوف لارج انتست. وأربعة سكريشن لأربع عصائر. العصارة المعدية بشاور عليها بالليزر، والمعوية الانتستاينال يبقى جاستريك وانتستاينال، والبنكرياتيك والبايل. ادي الفيكس. فين بقى النهايتين عشان نبقى شايفين الخريطة؟ النهاية العليا اللي هي الغدد اللعابية واللسان، وقلت ليه اللسان؟ عشان عليه غدد لعابية مبعثرة مش عشان تتكلم. ده بياخدهم عصبين اخصائية اللعاب اللي هم سبعة الفيشيال عن طريق برانش اسمه كوردا تمباني نيرف، الفيشة عن طريق كوردا تمباني نيرف، ونمرة 9 اللي هو جلوسو فارينج اللي قلت لكم أنا بحبهم. وظيفتي قائمة عليهم، عشان أكلمكم بالسرعة دي محتاج كمية لعاب رهيبة، فأنا ممتن للخالق وعليه للفيشيال والجلوسو فارينج بتوع اللعاب، ده النهاية العليا. طب النهاية السفلى بقى اللي هي البلفس، بعصب اسم على مسمى اسمه بلفيك نيرف. ولا تنسى أهم حاجة بيدي إيه بقى؟ الديجيتال هاف اوف لارج انتستينال كولون، ونكمل بالريكتال. هذه الخريطه يا اولاد تبقى عرفت ليه، لانه هيلخبطني في الاناتومي. طب الجانجليا قلتها بطريقه لطيفه قوي، البارا بتريلي فين؟ في تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال. الفيجاس اللي هو القوه الضاربه 70% ومعاه البلفيك في تيرمينال جانجلي. اما الثلاث اعصاب بتوع الهيد اند نيك اللي هم الاوكلوموتور بتاع العين والفيشال جلوسوفارينجال بتوع اللعاب، دول فاذر جانجليا، هنجي لهم دلوقتي حالا. دي اللوحه رقم 13، اللوحه رقم 14. ما عشقت مثل عشقي للنظام. فانكشنز اوف بارا، ما اعيد واعلم فيلم ببلم يصبح ناسي. سكريتو موتور سيستم صح في الام اس كيو
صديق الجهاز الهضمي بيسكريت العصائر ويحرك القناه الهضميه، وعليه انابوليك لو وزنتك بعد الاكل هو انابوليك عكس السيمباثيتك كان كاتابوليك. القاعده طب لما بيشغل الجهاز الهضمي يبقى عاوز دم، يبقى القاعده العامه عكس السيمباثيتك يعمل فازو دايليتيشن ما عدا الكورونري فيسلز فازو كونستريكشن. سيمباثيتك هناك كان فازو كونستريكشن ما عدا اثنين الكاردياك والسكيليتال، هنا ما عدا واحده الكاردياك بس. هتقولني طب ليه ما فيش سكيليتال فتح دماغك؟ لان البارا ما بيديش السكيليتال واصل خالص عشان تبقى اكسيب، ما بيديش الليمس، ما بيديش الابدومينال والثوراسيك وول. فهمت ليه الاكسبشن هنا واحده؟ لانه ما بيديش السكيليتال. هناك كان في تو اكسبشن الكروناري والسكيليتال، هنا في اكسبشن واحده الكروناري انه ما بيديش السكيليتال بس. اظن واضحه. يبقى القاعده العامه بيعمل فازوليتيشن. سيبكم عصب عصب، في كل عصب تعرف لي النيوكليس اللي هي الاورجن والجانجلون اللي هي الريلي والفانكشن، كل واحده سؤال. قلت في الخمس اعضاء بتوع البارا، البارا عيله صغيره خمسه، اربعه منهم بيشغلوا الجهاز الهضمي، القوه الضاربه الفيجاس، تاركه النهايتين تحت البلفس ادي ثاني عصب، فوق عصبين بتوع اللعاب سبعه وتسعه. يبقى ده اربع عصب، يبقى في عصب خامس خرج خرى المنزومه اللي هو العصب الثالث اكليموتور من اسمه محرك العين اللي انتوا بتحبوه لان انتوا شايفيني وشايفين الرسومات بتاعتي بالاكليموتور. اول سؤال في الاكليموتور اللي هو رقم ثلاثه النيوكليس اسمها ادينجر فيستيفال نيوكليس راجل الماني، والجانجليون سيلياري جانجليون ده سؤال ثاني. طب والوظيفه؟ قلت لك في كلمه واحده قرايه، ده بتاع القراءه. عشان تقرا لازم تعمل حاجتين، تضيق الحدقه بيوبيلو كونستريكشن اور مايوزيس، عشان الكتاب قصاد عينك بيدخل ضوء كتير بيعكس ضوء كتير فلازم تضيق الحدقه. طب الاهم لازم تقوي العدسه لان الاشعه جايه متفرقه وانت عاوز تجمعها عن طريق كونتراكشن اوف سيلياري ماسل اللي بتزود البار اوف لينز بتخليها مور سفيريكال اكثر استداره. يبقى الاوكيلوموتور تقعد كل مره تقول انت ممتن للخالق فيما تقرا الان بسبب الاوكيلوموتور. بيقبض حلقتين في عينك، الحلقه الاولى شايفها انت بيبيلي كونستريكشن بتاعت الايرس، الحلقه الثانيه جوه ما انتش شايفها سيلياري ماسل دي الاهم، بتزود الباور اوف لينز مهمه القرايه اللي هي سموا على اسمها الجانجلون سيلياري ماسل عشان كده سموا الجانجلون سيلياري جانجلون. انا قلت لك تملي الجانجلون بنستنبط اسمها من اهم وظيفه. طيب نيجي للانا بقى الفيشة نمره 7 عن طريق الكوردا تمبري نيرف، فيشة عن طريق الكوردا تمبري نيرف والجلوسو فارينجيا نمره 9 دول بتوع اللعاب. في تناغم جميل، الفيشال نيرف ادى 2 ثيرز اوف ذا تانج و 2 بيرز اوف سليفري جلاندز، الصب لينجوال اللي تحت اللسان والصب مانديبولار اللي تحت الفك. وقلت افتكر الجلوسو فارينجيال ادى بوستير 1 ثيرد 1 بير اللي هو الباروتيد الجار اذنيه الغده اللعابيه الكبيره اللي جنب ودنك. هيلخبطك في الاناتومي، مين بيدي قدام ومين بيدي ورا، مش عاوز الخبطه غير لطالب اهبل. فيشيال يعني وجهي، يبقى ده في وشك، يبقى ده يبتدي بالقدام. جلوسو فارينجيال يعني زورك وزورك ورا، يبقى 100% ما يلخبطنيش. الفيشيال بيدي الاثنين القدامانيين اهو، الفيشيال هيدي الاثنين القدامانيين اوريها لك اللي هم الصب لينجوال والصب مانديبولار ومعاهم الانتيريو تو سيرجو تانج. الجلوسو فارينجيال بيدي الباروتيد اهي اللي ورا والبوستير 1 ثيرد اوف ذا تانج، مفيش اي لخبطه. هنا بقى النيوكلياي اسمها لطيف، دول بتوع اللعاب، فالفيشيال نمره 7 وتحته نمره 9، يبقى ده سوبيرو سوبيرو سليفر نيوكلياس وده انفيرو سليفر نيوكلياس اللي انا ممتن ليهم. كلامي يحتاج الفيشل والجلوسو فارينجيال، فيشل عن طريق الكوردا تمبري نيرف، اوعى تنسى اسم البرانش. وريلي في انهي جانجليا؟ قلت اللي يدي الصب يريلي في الصب مانديبولار جانجليا، واللي يدي الباروتيد الجلوسو فارينجيال يريلي في الاوتيك، اوتيك يعني اذنيه، بار اوتيك يعني جار اذنيه، بار اوتيك يعني ود، بار اوتيك. فالجانجليا اسمها اوتيك، اللي يدي الصب يريلي في الصب. قلنا في قاعده جميله قوي. طب في حاجات مش في الجهاز الهضمي، مين يشيلها؟ يشيلها اللي في منطقته. فالفيشل وقع في منطقته النيزل واللاكريمال جلاندز، يبقى لازم يشيلهم، دول تبع الفيشل منهم مش جهاز هضمي.
وقلنا الجانجلون عبارة عن كرة في طبق اسمها سفينو، يعني كرة بالاتاين، بالات يعني طبق، سفينو بالاتاين دول بتوع النيزل والكرمنجلانز. قلت لك ايه العلاقة بيهم؟ حضرتك بتعيط وببربر، نص الدموع بتنزل في النوز عشان ما تنساش. يبقى دول تبع الفيش اهو، النيزل واللاكريمال والدمعيه، نيزل الانفيه والدمعيه، وهي الجانجليون شكل كوره في طبق. لما تفهم هتحفظ الاسم، اسمها سفينو يعني كوره، سفيريكال يعني كوره، بالاتاين بالات يعني بليت يعني زي الطبق، سفينو بالاتاين. دول الهيدا نيك. يبقى لاحظ في الهيدا نيك الجانجليا يا اولاد اذر جانجليا مش تيرمال، في حاله الاوكلوموتور كانت سيلياري جانجليون عشان السيلياري ماسل، في حاله الفيشال كان السب مانديبولار جانجليون عشان السب مانديبولار جلاند، والاوتيك عشان الباروتيك جلاند، وايفن حتى دي اهي سفينو بالاتاين بتاعت نيزل ولاك. وقلت في النظري بس ده مش موضوعنا، هنقوله في مراجعات النظري لما يجي لك وظائف البارا في الهيدا نيك تشرح تحت اعصاب الاوكلوموتور والفيشال جلوس فينج. نيجي الفيجاس بقى اللي هو القوة الضاربة، سكريتو موتور. قلنا يا أولاد إنه بيموتور لأربع حاجات ورا بعض، أوسوفيجاس، ستومك، سمول انتستين، افتح ودنك، بروكسيمال هاف اوف كولون، بروكسيمال هاف اوف لارج انتستين، الأربعة أوسوفيجاس، ستومك، سمول انتستين، نص الأولاني في الكولون، أربع عصائر، عصارة معدية جاستريك معوية، عد معايا انتستين أدي اتنين، بنكرياتيك أدي تلاتة، بايل أدي أربعة، يبقى أربع عصائر وأربعة موتور، عشان كده سموه سكريتو موتور سيستم، بموتور الأربعة وسكريشن الأربعة. اوعى تنسى في الموتور، إزاي هيعمل الموتور عكس السيمباثيتك بقى؟ يبقى يكونتراكتل وول، يكونتراكتل وول ويريلاكس السفنكتر، العضلة القامطة أو القابضة، يريلاكس. طيب، قلنا في حاجة مش بحجمها تنساها، إنه بيغذي الحويصلة المرارية أهي اللي تحت الكبد، اللي بتختزن العصارة المرارية. طبعا لما ناكل لازم يفضيها، يعمل لها ايفاكيويشن، ايفاكيويشن يعني افراغ، يكونتراكت الول ويريلاكس الاسفنكتر. يبقى ثلاث وظائف في الجهاز الهضمي، موتور لاربعه، سكريشن لاربعه، ويفضي الجول بلادر. طب في اتنين بقى في سكه الفيجاس، ما الفيجاس ده بيدي الابدومين والثوركس، ده سؤال لوحده ام اس كيو، عشان كده سموه فيجاس حائر، ثور يدي لوحده الثوركس والابدومين، الثوركس والابدومين، فسموه فيجاس يعني حائر. طب في الثوركس في حاجتين مش جهاز هضمي لازم يشيلهم، ما هم بتابعوا موجودين جنب الاسوفيجاس اهم، اللي هم الجهاز التنفسي والهارت. اعكس، هو سكريتو موتور، جهاز تنفسي عكس السيمباثيتك، بيعمل برونكو كونستريكشن، والقاعده بتقول ان هو عموما بيعمل فازو دايليتيشن، يبقى بالمونري فازو دايليتيشن، ويزود البرونكال سكريشن. مش هو سكريتو موتور؟ سكريتو موتور موتور يبقى يعمل برونكو كونستريكشن، سكريشن يبقى يزود برونكال سكريشن. طب العضله انقبضت والغده افرزت، يبقى لازم تاخد دم، بالمونري فازو دايليتيشن. طب وفي الهارت قلنا بيغذي الاتريا بس، دي واحد من اهم الاسئله، ما يغذيش الفنتكل، فبينهبت الهارت ريت بس. ليه ربنا ما خلوش يدي الفنتكل؟ كان هيأثر في الكونتراكشن. طب احنا لما نوفر بذكاء، كونتراكشن لازم يبقى قوي عشان الدم يلف في السيركيليشن، قوي عشان يلف في السيركيليشن، نوفر باننا مش نقلل قوه الانقباض، نقلل عدد الانقباضات، بس الانقباض قوي بس عدد الانقباضات قليل، فهيدي الاتريا بس. سؤال ام اس كيو، الفيجال سبلايز الاتريا، هنا الولاد بقى اللي في النورث امريكا فيري ويك فيجال سبلاي تو ذا فنتكل، مش مفيش خالص، في فيري ويك. ليه كنتوا للناس بتوعنا اكتر يبقوا ما يقول لك ما فيش فينتريكولار سبلاي اتس اوكي. هو الحقيقه مش ما فيش، هو في فيري ويك، يعني كانه مش موجود. وهنقول اهميتها دي في السيركوليشن، انه ليه في ضعيف؟ حتى دي وراء الخلق خالق. يبقى هنا بيقلل عدد ضربات القلب، لكن ما ياثرش في الكونتراكشن. طب لما يقلل عدد ضربات القلب يبقى القلب مش مهتم كتير، يبقى كوروناري فازو كونستريكشن سؤال مهم جدا. وقلت القاعده العامه انه بيعمل فازو دايليتيشن في كل حاجه ما عدا اكسبشن واحد اهي. طب الاكسبشن ما تنساش، كوروناري فازو كونستريكشن، كان يجي يقول لي بالمونري، ما انت يبقى فازو دايليتيشن، اي حاجه فازو دايليتيشن ما عدا الكورونا. وليه ما فيش السكيت؟ لانه ما بيديش السكيت. نيجي البلفيك نيرف بقى، بالعكس بيكمل الصوره، يبقى بيطلع منين؟ 2 3 4 ساكر، لان قلنا الاناتومي بيجي اسئله، بيريلي فين؟
في التيرمينال جانجليا. طب الوظائف بيعمل يكمل بقى ميكتوريشن او يورينيشن وديفيكيشن، تبول وتبرز حتى ماشيين مع بعض. غالبا الواحد وهو قاعد بيتبرز بيتبول معاه. طب ازاي هيعملها دي؟ يبقى بالعقل، هيكونتراكت الوول، ما احنا قلنا ان هو موتور، وريلاكس السفينكتر. انهي سفينكتر هي اللي انفولنتري الانترنال؟ مش عاوز تلخبط. الاكسترنال دي سوماتيك، لما اتكلم عن الاوتونوميك الانفولنتري هو الانترنال، تنساش. طب والعمل الجنسي قلت انه هو سكريتو موتور سيستم، يبقى يعمل سكريشن من البروستاتو سيمينال فيسكل. سكريشن مش سكويزنج، مش بيفضيهم ايجاكوليشن، سكريشن انه سكريتو موتور سيستم. والسكريشن عاوز انبوبه، ودي فكره الاريكشن الانتصاب. وقلت ما الاريكشن الا فازو دايليتيشن، دم كتير بيدخل في العضو، والقاعده العامه قلنا ان هو بيعمل فازو دايليتيشن ما عدا الكورونا. لما ترجع للقاعده العامه تفهم الاكشن، انت بيقول لك هو سيكريتو موتور سيستم، يبقى على البروستاتو سيمينال فيسكل يعمل سيكريشن. طب والسيكريشن عشان ينتقل المحتاج انبوبه، والانبوبه دي بتحصل اللي هي الاريكشن ما هي الا فازو دايليتيشن. طبعا بيعمل اريكشن مش للبينيس بس، في الانثى بيعمل لما يعادل البينيس اللي هو اسمه كليتوريس او البذر، بيعمل له اريكشن برضه. وكنا اسقطنا سهوا ان العكس الليسر سبلانكنك اللي خدناه في البلفس كان بيعمل فاريبل افكت على اليوترس، ما جبناش سيره اليوترس هناك. في الليسر سبلانكنك نيرف اللي هو بيغذي البلفس كان في يوترس بيعمل فاريبل افكت، ممكن يقبل اليوترس او ممكن يبسطه. تمام. طيب ننتقل اهي يا اولاد، ده نفس الرسمه تاني اهو اللي اهميتهم هنعيدها تاني بسرعه. يبقى الفيجاس يا اولاد قلنا بيطلع من الفيجال نيوكليس وبيريليف تيرمينال جانجليا. نيجي على الجهاز الهضمي، اساسا سكريتو موتور، موتور الاربعه اوسوفيجاس ستومك سمول انتستين، خليك معايا بروكسيمال هاف اوف لارج انتستين، الاربعه سكريشن لاربع عصائر، عصاره معديه ومعويه وبنكرياس وبايل، الاربعه. ولا تنسى الجول بلادر بيعمل لها ايفاكويشن، يبقى سكريشن وموتور. خد بالك ما الجول بلادر ايفاكويشن يبقى موتور برضه، يعني دي ضمن الوظيفه الاساسيه ان هو سكريتو موتور، بس احنا نخليها ثلاثه، سكريتو الاربعه، موتور لاربع حاجات في الجهاز الهضمي، وموتور للجول بلادر يعمل لها ايفاكويشن، يكونتراكت الوول وريلاكس السفنكتر اودي، اسمها سفنكتر اودي بتاعت الجول بلادر تبقى عارفها. وبعدين شال مين معاه بقى؟ شال اللانج والهارت. طب في اللانج قلنا سكريتو يبقى زود برونكال سكريشن، موتور يبقى يعمل برونكو كونستكشن، والقاعده العامه بيعمل بالمونري فازو دايليتيشن. طب الهارت قلنا ما بيغذيش الفنتكل، بيعمل انهبيشن الاترال بروبرتيز، يبقى يقلل الهارت ريت بس، لكن ما يقللش قوه الانقباض عشان الدم يلف كويس. وهو ده الاكسبشن كورونري فازو كونستكشن. او داز نوت سبلاي ذا فنتكل. نيجي للبلفيك نيرف اللي هو كان اساسه 2 3 4 ساكرال، لاهميه انه بيعمل اريكشن سموه نيرفاي اريجنس، اعصاب الانتصاب نيرفاي اريجنس. هيعمل ايه بقى يا اولاد؟ ميكتوريشن نوتيفيكيشن، ازاي؟ تبول طبعا، يكونتراكت الول وريلاكس، اهي السؤال اهو انترنال هي الانفلانت. ولا تنسى انه بيغذي الديستال هاف اوف ذا كولون والريكتم، يعني مش بس الريكتم عشان يعمل ديفيكيشن، والديستال هاف اوف ذا كولون زي الليسر سبلانكنج هناك بالظبط. يعني القولون ده مقسوم نصين، البروكسيمال هاف طبع عصب كان هناك جريتر سبلانكنج وليسر سبلانكنج، هنا فيجاس وبلفيك نيرف، فبيغذي الديستال عشان ده سؤال في الام اس كيو. تملي الديستال هاف اوف ذا كولون تابع العصب بتاع البلفيس اللي هو هنا اسم على مسمى بلفيك نيرف، في السيمباتيك كان اسمه ليسر سبلانكنج. يبقى يكونتراكت الول وريلاكس الانترنال سفينكتر. طب وعلى العمل الجنسي قلنا هو سكريتو موتور، يبقى يعمل سكريشن للبروستيت والسيمينال فيسكل، والسكريشن يحتاج الى انبوبه اللي هو الاريكشن، فبيعمل اريكشن للبينيس. وقلنا ما الاريكشن الا فازو دايليتيشن، وعموما البارا بتعمل فازو دايليتيشن لكل الجسم ما عدا اوعى تنسى الكرونري. طيب ده اللوحه رقم 15 ولا 14. نيجي اللوحة اللي بعدها، ما تنساش ان السيمباثاتيك هو اللي بيدي الليمس مش البارا، الابر ليم واللور ليمس، وعليه بيدي الابدومينال والثراسيك كله، ان فيهم سكيلتال ماسل.
السكين والسكيتال ماسل دي افتكرهم تبع السيمباثيتك اس اس سيمباثيتك هي اس كمان يبقى السكين والسكيتال ماسل دول سيمباثيتك وطبعا انت عارف الوظائف في السكين ايه فازو كونستريكشن واريكشن وفير وسويتنج وفي السكيتال ماسل عارف بيعمل ايه فازو دايلتيشن كان ده الاكسبشن الكورونري والسكيتال ماسل ده الابر واللور ليمز والابدومينال ثراس كول دول سيمباثيتك بس سكين وسكيتال ماسل نيجي السنتر كنترولنج الاوتونوميك نيرفوس سيستم خمسه من تحت لفوق تبقى حافظهم نبتدي من حيث انتهينا ساكرال سنتر اللي هو 2 3 4 ساكرال فاكر اللي هو كانوا بيدوا العصب اسمه بيلفيك نيرف كانوا بيعملوا ميكتيوريشن وديفيكيشن واريكشن حتى سمينا البيلفيك نيرف نيرفاي ايرجنس يبقى مركز التبول والتبرز والانتصاب موجود في الاورجن اوف بيلفيك نيرف اللي هو 2 3 4 ساكرال لما قلت لك جمله حتى فيها في مزاح رصاصة في العظم العجوزي تعجزك لعارف تتبول يركبوا لك أسطرة لعارف تتبرز يركبوا لك حقنة شرجية ولا طبعا في إريكشن نطلع فوق المدلة أوبلينجات النخاع المستطيل ده بقى أهم حاجة ده فيه الفيتال سنتر زي ولا أنت يعني حي طالما تنبض وتتنفس يبقى افتكرها الحياة مرتبطة بالنبض والنفس يبقى الكارديوفاسكولار سنترز والريسبيرتوري سنترز موجودين في المدلة أوبلينجات بس طبعا فيهم تو سنتر تانيين مهمين جدا بس يعني اقل من دول شويه اللي هو حاجه وعكسها البلع والقيء موجودين في المدلة أوبلينجات سوالوينج وفوميتنج سنتر ده الاوائل غير الكارديوفاسكولار والريسبيرتوري في السوالوينج والفوميتنج نطلع الميد برين نمره 3 ده في السنتر بتوع الاي ريفلكس اشهر تو اي ريفلكس لما اديك ضوء في عينك بيحصل ضيق في الحدقه بيبيلي كونستريكشن يسموه لايت ريفلكس لما المس القرنيه تقفل عينيك الاثنين يسموه كورنيا ريفلكس كورنيا يعني اللي هي القرنيه لما تلمسها بقطن او باي حاجه تقفل عينك يسموه كورنيا ريفلكس اي حاجه في الاي موجوده في الميد برين يا اولاد طب نطلع فوق للهايبوثالامس قلنا هايبوثالامس يعني ايه تحت المهاد ثالامس يعني مهاد اللي هو سرير البيبي يقول لك من المهدي الى اللحد خليها تحت السرير قلت كل المنظمات الثيرموستاتس الجلوكوستات منظم الجلوكوز الابيستات منظم الشهيه ابيتايت يعني شهيه ثيرمو يعني حراره الثيرموستاتس جلوكوستات ابيستات كلهم في الهايبوثالامس قلناها في جمله فيها مزاح كل الستاتس تحت السرير كل الستات تحت السرير هي مش ستات سمعتها غلط كل الستاتس ستاتس يعني منظمات ثيرموستات جلوكوستات ابيستات كلهم تحت السرير عشان ما تنساش اما الايموشنال والبيهيفير ريفلكسز انك لما تشوف حد ضربات قلبك تزيد لما تكذب بتبان عليك حاجات اوتونوميك ده موجود في الليمبيك كورتكس كورتكس اللي هي القشره المخيه ليمبيك يعني عند منطقه الحدود لان انت عندك يعني تو هيمسفيرز فصي مخ عند منطقة الحدود ما بين الفصين يسموها ليمبيك دي فيها الاموشنال والبيهيفير ريفلكس حتى قلت عبد الرحيم حافظ بتاع الغنى والعواطف والحاجات دي تحطه على راسك من فوق في الليمبيك كورتكس ده الخمس مناطق كل واحدة فيها سؤال ام اس كيو طيب رقم 16 24 ده بحب المنتال سيت تبقى متابع معايا هنخلص امتى تبقى عارف انهم 24 لوحة دي لوحه رقم 16 الكيميكال ترانسميترز في الاوتونوميك نيرفوس سيستم هم الاسيتايل كولين وافتح ودانك دي بمليون جنيه النور ادرينالين مش الادرينالين حتى قلت حتى اسمه ليه سموه نور ادرينالين عشان بقول لك انا مش ادرينالين من قاعده نايذر نور الادرينالين سموه حسب موقعه بيقول لك بص انا اسمي ادرينالين يعني ايه ادرينالين يعني انا ادرينال انا جنب الكليه انما اللي طالع من السيمباثيتك ده شبهه بس مش هو ادرينالين فعشان كده سموه نور ادرينالين تبقى فاهم او نور ابينفرين لان كلمه ادرينالين دي نقسمها لك ايه طالعه من السوبرارينال ادرينال جنب الكليه حتى انا مقسمها لك بالالوان ادرينال يعني جوار الكليه سموه ادرينالين ويتكتب بالاي او من غير اي على فكره من صح ولانه فوق النفرين سموه ايبي ايبي يعني فوق ابينفرين ما هو الابيثيليوم يعني خلايا علويه فإبي يعني فوق إبينفرين فوق النفرين وحدات الكلية اسمها النفرين قلنا الكلام ده سايت فورميشن الكيميكال ترانسميترز عموما
لو كانت بروتين نيوروبيبتايد اللي هي السنه الجايه باذن الله لازم تتعمل في الريبوزوم اللي هو سيل اورجانيل، يبقى لازم تتعمل في السيل بادي بتاع النيورون. انما السنه دي الادرينالين والاسف النور ادرينالين والاستايل كولين بيتعملوا في الفيسكلز النوبس، يعني في بيتعملوا في النوبس يعني في التيرمينال نوبس اهي سينابتيك نوبس ويختزنوا في فيسكلز هنا. طيب نيجي انا بقى عاوز اقارن اللوحه رقم 17 ده مهم جدا بقى. كيميكال ترانسميترز، ما يجي لك اي كيميكال ترانسميترز لازم تعرف عليه في الام اس كيو وبالتالي في النظري سبع نقط. الاول الفنسز تخليق، وبعدين الستورج تخزين، وبعدين ريليس ازاي هيطلع، وبعدين ازاي هنكسره ريموفال او ديستراكشن. يبقى كام نقطه؟ اربعه اهم يا ولاد، اهم اربع نقط فنسز ستورج ريليس ريموفال، زائد ثلاث نقط ثانيه اللي هي الاهم بقى. السايتس بيطلع فين؟ الريسبتور اللي هتستقبله والدراجز اللي بتشتغل على الريسبتور ده. يبقى حتى فكره حلوه هيك انك خدت لك لقطه من المراجعات النظري. يبقى اي كيميكال ترانسميتر سبع نقط هتتكلم على ثانس ستورج ريليس ريموفال او ديستراكشن عند اربعه، وبعدين مع شق مستعشق النظام السايتس هيطلع منين؟ الريسبتورز سايتس عن فايبرز اللي هتطلعه، الريسبتور اللي هتستقبله والدراجز اللي بتشتغل على الريسبتور دي. هناخد النقط اللي تعنيني في الام اس كيو بس. سنسز الادرينالين والنور ادرينالين بقول بيتعملوا في السينابتيك نوبس الانتفاخات اللي عند السينابس اللي هي نهايات الاكسون اكسون تيرمينالز. لو جات لك اكسون تيرمينالز تبقى صح برضه نهايه الاكسون. انا يهمني في الاستايل كولين انك تعرف اسم الانزيم اللي بيعمله ملوش اي قيمه لان مفيش ادويه بتشتغل عليه. معكوس اسمه اسيتايل كولين اللي بيعمله اسمه كولين اسيتايل هينقل ده لده ترانسفيريز. حتى فهمتك الاسم بينقل الكولين للاسيتايل مش هو اسيتايل كولين فاسمه كولين اسيتايل ترانس يعني ينقل وايز يعني انزيم. يبقى اللي بيعمل اسيتايل كولين معكوس اسمه اسيتايل كولين كولين اسيتايل ترانسفيريز. بينما النور ادرينالين يهمني انك تعرف عنه كلمتين، انه بيتعمل من امينو اسيد اسمه تايروزين. الاول بيبقى فينايل الانين بيتحول في الليفر الى تايروزين، يعني من امينو اسيد سواء فينايل الانين او تايروزين صح، لان هو فينايل الانين لازم يتحول لتايروزين. وبعدين فاكر كنا قلنا الادرينرجيك نيرف اندنج الاكسون ترمينال تاخده تحوله الى دوبا فدوبامين، كنا خدناه من اتنينات. وبعدين نور ادرينالين. لو بتتكلم عن الاديه المضله، الاديه المضله تقدر تحول النور ادرينالين الى ادرينالين، تحط فيه ميثايل جروب. يبقى ليه الاديه المضله بتعرف تعمل ادرينالين والسمباثاتيك بتقف العمليه على النور ادرينالين؟ لانه ما فيش هنا الانزيم اللي ينقل ميثايل جروب في النورمال بوزيشن اسمه ان ميثايل ترانسفيريز، ده موجود في الاخضر بس في الادرينال ميدال. تمام؟ يبقى باختصار الاستايل كولين معكوس اسمه اسيتايل كولين، يبقى كولين اسيتايل ترانسفيريز. تمام؟ انما الثاني مين بيتعمل من الفينايل الانين والتايروجين امينو اسيد، وتوقف وبعدين دوبا فدوبامين وبعدين نور ادرينالين نقف هنا عند السمباثاتيك عشان تحول الادرينالين. ده بيحدث في الادرينال ميدالة لان في ان ميثايل ترانسفيريز. تاني نقطه الاستورج، هما الاثنين بيبقى ستورد في فيسيكل في النيرف تيرمينالز. بس في سؤال ام اس كيو هنا، الفيسيكل بتاعت الاستايل كولين بتبقى كلير، حتى حلوه الكولينرجيك فيسيكل بحرف السي كلير فيسيكل سي مع السي، انما بتوع النور ادرينالين بيبقوا جرانيولار فيسيكلز بيبقوا محببين لان بيبقوا ماسكين في بروتين اسمه يعني جرانين، بروتين اسمه جرانين موجود جوه الخلايا يعني زي الجرانيولز، عشان كده بتبقى جرانيولار فيسكل. يبقى الكلير هو الاستايل كولين. النقطه الثالثه ريليس، قلت اي كيميكال ترانسميتر ثلاث كلمات بيطلع بالكهرباء اكشن بوتنشال، يفتح فولتج جيت الكالسيوم شانل يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسكل فالترانسميتر يطلع بعمليه اسمها اكزو سايتوزيس. يبقى ريليس ثلاث كلمات، نمرة ثلاثة فيها ثلاث كلمات اللي هي ريليس، اتكلمنا على الثانسز والستورج وعن ريليس.
اكشن بوتنشال فولتج جيتد كالسيوم شانل، كالسيوم يدخل يطلعها من الاكسترا تولز. نيجي بقى للريموفال او الدستراكشن، ده اللوحه رقم 18. الاستايكولين لا تاخذنا به رحمه، بيعملوا ديستراكشن بانزيم معدول اسمه اسيتايل كولين، اهو اعدلها اسيتايل كولين استريزس. افتح ودنك، ده اهم 100 مره من اللي بيعمله، لان ده عليه تطبيقات كلينيكيه. الاستايل كولين استريزس، وهو نوعان يا ترو او سبيسيفيك يا سودو او نان سبيسيفيك. الترو اللي هو سبيسيفيك بالعقل، سواء ترو ليه؟ لانه موجود في الموضع الاساسي للاستالكولين وهو عند النيرفز، عند النيرف اندينجز. انما السودو مش موجود في النيرف، عشان كده سموه سودو او نان سبيسيفيك. موجود في البلازما، وقلت البي مع البي، السودو في البلازما برغم ان البي سايلنت، سودو يعني كاذب. وقلت ان التروح عشان ما يسرحش في الفلويد ربنا لزقه في نيرف تيرمينالز، وحتى في منطقة السينابس قلنا سين يعني اتصال، بيبقى لازق في كولاجين فايبر، لازق تملي ماسك في حاجة. وقلت ايه الفكرة بتاع تكسير الاستالكولين؟ ان لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. لو سبت الاستالكولين ما كسرتوش هيتجمع في الدم، يعمل لك جنرالايز باراسيمباتيك افكتس which are fatal، harmful and fatal. فعشان كده بنكسره اولا باول، بعد ما يعمل الوظيفه عند النيرف نكسره بالترو او السبيسيفيك. طب افرض شويه هربوا مننا في البلازما، حكيت لكم القصه، قلت نحن لا نتعقب الاستايلكولين، ما بنجريش وراه، احنا مستنينه في البلازما بالسودو. هتكسر عند النيرف بالترو او السبيسيفيك، اوكي شويه جريو، لا قدرهم محتوم محدد مسبقا، هيتكسروا بالسودو في البلازما. وعليه بقى في بقى ليه بقى ده مهم جدا، ان في ادويه بتبوظ الكولين استريز اسمها انتي كولين استريزس. خلاص دي نوعان، يا تبوظ الانزيم فتره محدده ريفيرسبل يبقى حلوه نستعين بيها في الطب عشان هتمنع تكسير الاستالكولين فتره محدده، فالاستالكولين يزيد فتره محدده فيزود الباراسمباثيك اكشن فتره محدده، اللي هم الايزرين والبروستيجمين، يسموه حتى النيوستيجمين. يبقى ايزرين وبروستيجمين اللي هو اسمه نيوستيجمين. اما الايريفيرسابل اللي هو هيقضي على الانزيم قضاء مبرما، ده تبقى كارثه. ده يبقى الاستالكولين مش هيتكسر، هيعمل جنرالايز باراسمباثيك افكتس ويتش ار قلنا هارمفل اند فيت. ده يبقى يا اما مبيد حشري، قلت كل المبيدات الحشريه ديك فهمت فكرتها، ان دي ايريفيرسابل بتقضي قضاء مبرما على الكولين استريس، انتي كولين استريس irreversible. وزي مبيد بشري اللي هو الوار بويزنز، اللي هو الداي ايزوبروبايل فلورو فوسفيت اللي هو غازات الاعصاب. النقره دي لا بقى ما بنكسروش، بالعكس احنا عاوزين شويه نقره دي في الدم، يعني نكسره ونريموف ات بس مش ما بنخفهوش تماما، لان وجوده في الدم قلنا بيزود التنبه، خليك مور اليرت، بتابعني احسن، مور اروست. فعش كده غيرنا العنوان للاوائل، هنا كان ديستراكشن انما هنا حطينا ريموفال. باربع طرق هيبقى ريموفد، فيهم اتنين بس الكميات صغيره قوي بالدستراكشن. اهم طريقه اكتف ري ابتيك، يعني العصب اللي طلعه ياخده تاني يعيد استخدامه، طب حاجه مفيده بنعيد استخدامها. اكتف ري ابتيك ل 80 ل 50 ل 80%، يبقى حتى ما يقول لي اربع اجابات اختار الاصح. مين اهم طريقه بتوقف النور ادرينالين؟ نعمل اكتف ري ابتيك وتدفع فلوس، شيله من الريسبتور. ما انا قلت يا اولاد الريسبتور ان اكتف، الكيميكال ترانسميتر اللي هو اللايجاند ان اكتف، ايد لوحدها ما تسقفش. الريسبتور لايجاند او كيميكال ترانسميتر كومبلكس هو ده الاكتف، فانت لو شلت ده من ده خلاص الاكتيفيتي وقفت. ريموفال بتشيله من على الريسبتور وياخده العصب تاني، دي اهم طريقه اكتف ري ابتيك ل 50 ل 60%. يبقى 50 ل 80% هيحصل لهم اكتف ري ابتيك، دي اهم طريقه. طيب شويه هيمشوا في الدم باي ديفيوجن، ما فيش مشكله. ان احنا قلنا ان وجود النور ادرينالين في الدم ده بيزود الالرتنس. وعليه في سؤال داخل سؤال في الام اس كيو، لو خدت عينه دم، عينه دم تلاقي فيها
نور ادرينالين، وادرينالين اللي طالع من الاديه مضله مش بالسمباثاتيك اون لاقي طبعا وفاهم فايدته، بيزودوا الالرتنس والاراوزل. انما تلاقي استايكولين نيفر، مفيش استايكولين في الدم، لو في الدم هيعمل جنرايز باراسمباثاتيك افكتس ودي فيتال. سؤال داخل سؤال، يبقى الباراسمباثاتيك اكشن تتميز بايه؟ افتح بقى ودنك عشان سؤال المسكيو انها لوكالايز، بعد ما يشتغل في حته معينه يتكسر. انما السمباثاتيك اكشن تتميز بانها سؤال المسكيو جنرالايزد الباراللوكالايزد، انما السمباثاتيك جنرالايزد. دي اهم طريقه، يبقى اكتيف ريابتيكس وما اكتيف ريابتيكس وما اكتيف ريابتيك. تاني طريقه الديفيوجن، خلاص اهو برضو فك من ريسبتور في الشغل، لزوم التجديد فيه شويه هيتكسروا، شويه بيتكسروا، تو انزيم بيكسروا، مونو امينو اوكسيديز اللي هو اختصاره ماو، موجود في الميتوكوندريا كل الاوكسيديتيف انزيم في الميتوكوندريا، او كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز، هينقلوا له ميثايل جروب مش عند الان بوزيشن، لو عند الان بوزيشن كان بقى ادرينالين كان بقى قوي، ان يعني نورمال بوزيشن الصح، ده عند الاو، او يعني خليه زيرو، او ستاندز فور زيرو. الكاتيكول او ميثايل ترانسفيريز موجوده في الليفر والكيدني بس، انما الماو موجود في الليفر والكيدني يعني في التيشوز عموما، وبالاضافه في المخ والاعصاب البرين والادرينرجيك نيرف. ده السؤال الام اس كيو، ان الماو في حتتين موجود فيهم مش موجود فيهم الكومنت اللي هم البرين والادرينرجيك نيرف، وحفظناها مخ واعصاب، مش يقول لك جراح مخ واعصاب، دول فيهم الماو. وقلت حكيت قصص ان ده كان اول عقار في علاج الاكتئاب اللي هو بيبوظ الماو ده، فيزود يمنع تكسير الادرين نور قديم في البرين والادرينرجيك نيرف، فيخلي الواحد مبسوط، الاستايل كلين يكئب والادرينالين نور ادرينالين يسعد. فلو منعت تكسيره في البرين والادرينرجيك نيرف، يبقى انت كان اول عقار في ضد الاكتئاب اللي هو المونو امينو اوكسيديز انهيبيتور، قائم على ان المونو امينو اوكسيديز ده موجود في البرين والادرينالينرجيك نيرف، بينما الكوميك مش موجود في البرين والادرينرجيك نيرف. طيب نيجي للسايت اوف ريليس، دي بقى تاخد بالك معايا كويس. قلت يا اولاد ان الموضوع ده كل حاجه في الاوتونوميك 2، احنا عندنا يوجد نوعان من الاعصاب في الاوتونوميك. انا ليه راي يا اولاد ناخد راحه 5 دقائق ثم نعود نص ساعه لفضل، عشان مش عاوز يبقى الفيديوهات طويله، هنعمل بارت 2 بعد 10 دقائق اللي هو بتاع الكيميكال ترانسميتر، ده هياخد حوالي نص ساعه الاكثر باذن الله، فنستودعكم الله مؤقتا.